مش كافر مش كافر انا مش كافر مش كافر مش كافر انا مش كافر لا انا مخدوع او بخرف ابدا ولا عقلي سافر سافر بإله واحد ايماني واحد وملوحش تاني حبني ومات علشاني مش ممكن يموت يمكن في امور بتحير محتاجه لتفسير انا هشرح ليك وافسر ارجوك بلاش تكفير انا مش كافر انا مش كافر مشاهدينا الأحباء في كل مكان في العالم من خلال شاشة قناة الكارما، برحب بكم مع حلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. النهاردة بنعمة الرب عندنا موضوع مهم جدا، موضوع قد يكون بيلمس أو بيخاطب الأحداث اللي بنعاصرة ولا سيما ما نراه في مدينة الموصل. بنرجع للتاريخ وبنشوف التاريخ بيحكم على الأمور دي إزاي، وبنقرأ التاريخ ونشوف الأسباب الحقيقية من وراء ظهور داعش ومن وراء الأحداث اللي بنشوفها في الموصل أو في مدينة الرقة أو في حلب في سوريا أو في اليمن أيضا أو في أماكن مختلفة من البلدان الإسلامية والعربية. النهاردة عنوان حلقتنا تحت عنوان أو موضوع حلقتنا تحت عنوان أصل الصراع بين السنة والشيعة من الجمل إلى الموصل، المقصود من موقعة الجمل إلى معركة تحرير الموصل. النهاردة هيكون معنا ضيف يسعدنا جدا أن يكون معنا طيلة الحلقة، سبق ويعني كان له أضافة أو مداخلة معنا في حلقة سابقة. معنا هيكون معنا فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى راشد، وهو عالم أزهري وأستاذ للشريعة وهو أيضا مفتي أستراليا وإمام جامع في مدينة سيدن. هيكون معنا أيضا شاب هو كان عضو سابق في تنظيم القاعدة اسمه الأخ حسان أبو حمزة، هيكون معنا خلال الحلقة من خلال سكايب. لكن في بداية الحلقة وإحنا بنشوف الأحداث اللي بنشوفها قدام عينينا في الموصل وبنصلي لأجل كل قرى الموصل، لأجل كل شارع في شوارع مدينة الموصل، نصلي لأجل الحماية للأسر، نصلي لأجل الحماية للبيوت، نصلي لأجل حماية للأطفال والنساء للصغير والكبير أيا كان مسلم مسيحي درزي يزيدي كردي أيا كان، لأنه الإنسان هو موضوع محبة الله، الإنسان غالي على الله، لا نفرق بين هذا وذاك لا على أساس مذهبي أو ديني ولا على أساس قومي. إحنا بنشوف الإنسان هو الإنسان وموضوعنا هو خلاص الإنسان. عشان كده إحنا بنصلي لأجل الموصل، بنصلي لأجل حلب، صلي لأجل الأحداث اللي بنشوف في حلب وكل المدن سوريا، صلي لأجل الاستقرار يعود مرة أخرى وينعم الشعب السوري والعراقي واليمني أيضا، الأحداث اللي بنشوفها في اليمن بالسلام والأمان، هكذا الشعب الليبي، هكذا في الصومال، هكذا في شبه جزيرة سيناء، في مصر بصفة عامة. الأحداث اللي بيتوقع البعض اللي ممكن تحصل أو تحدث في يوم 11-11 في مصر، خلونا نصلي لأجل كل الأمور دي وإحنا واثقين إن إحنا مش بنخاطب الهواء ولا نكلم أنفسنا، لكن واثقين إن إحنا بنصلي الإله قادر أن هو يصنع هدوء ويأتي بسلام ويستطيع كل شيء ولا يعصر عليه أمر. صلي لأجل موضوع الحلقة أيضا، صلي لأجل خدمة قناة الكارما ورسالتها، صلي لأجل أن الرب يستثمر هذا الموضوع يكون سبب استنارة ويقود لكثير من الشباب أن هم يراجعوا نفسهم، ما يدخلوش في صراعات هم مش عارفين عنها حاجة، وما يخلوش حد يضحك عليهم أو يعني ياخدهم في اتجاهات لها أهداف أخرى هي أهداف سياسية أو صراعات على أساس مذهبي وديني. خلونا نصلي. يا الله، مكتوب عن جلالك إنك سامع الصلاة، ولهذا يا رب إليك يأتي كل بشر، جاي نصلي قدامك يا رب لأنك أنت الوحيد القادر أنك تأتي بسلام وأنك تغمر بلادنا ومنطقتنا، بلادنا العربية ومنطقة الشرق الأوسط يا رب بسلام وبهدوء، وأنك توقف يا رب حمام الدم وهذا النزيف الذي نراه والخراب الذي
يا رب طغى على بلادنا وسيطر على بلادنا نتيجة لعزبة من الناس يا رب يتناحرون لأجل قضايا سياسية ولأجل قضايا مذهبية دينية، وللأسف يا رب أنهم يرفعون الرايات يا رب ويهللون ويكبرون وهم يقطعون الرقاب، يعتقدون أو يظنون أو يحاولوا خداع الآخرين أنهم يفعلون هكذا لإرضائك ويفعلون هكذا بناء على طاعة أوامر ليك، وحاشا لك أن تكون إله للدماء، وحاشا لك أن تكون إله تأمر بقتل الإنسان لأخيه الإنسان، وحاشا لك أنك تريد خراب بلاد تحت مسمى رفعة راية لدين معين أو مذهب معين. يا سيدنا رب قرأنا عن شخصك وتعلمنا يا رب أنك إله محبة، أنك أنت هو الله محبة، وأنك خلقت الإنسان لأنك تحبه، وأنك تريد أن يكون الإنسان في علاقة شخصية معك يا رب، أساسها ومصدرها ومنبعها المحبة أيضا يا سيدنا رب، وأنك يا رب صنعت إنقاذ وخلاص ونجاة للإنسان، وأنك يدك ممدودة بالحب والإحسان والرحمة والخير لأجل البشرية كلها. محبتك يا رب لم تذهب إلى فئة معينة من الناس، لكن محبتك موجهة لجميع البشر، لأن مكتوب هذا يا رب، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. محبتك للجميع يا رب، وبنصلي لأجل كل إنسان صغير أو كبير يا رب، أيا كان موقعه الجغرافي، أيا كان جنسيته وقوميته، أيا كان مذهبه الديني أو فكره أو معتقده، أن يتقابل مع هذه المحبة، وهذه المحبة تغمر قلبه وتفتح يا رب بصيرته وتنير ذهنه ليرى أن الله ليس إله دماء ولا قتل، لكن الله إله خلاص وإله محبة. بنصلي لأجل يا رب أخونا فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى، صلي لأجل وقت مبارك وحماية لي في ذهابه أينما يكون حيثما يذهب، وتدي له نعمة في كل أمور يا رب، هو وأسرته بالكامل يا رب. نصلي لأجل كل اللي هيشاركونا، ونصلي لأجل فريق العمل في قناة الكرمة، صلي لأجل رسالة القناة أيضا أنك تسدد بحسب غناك كل احتياج، وأنك يا رب تتسع بالعمل هنا ليصل إلى كثيرين وكثيرين، ليصل إلى فئات مختلفة وقوميات مختلفة ولغات مختلفة، ليتعرف الكل والجميع عن محبة يسوع، لأنه هو هدفنا رب. لا نحمل شيء للعالم، لا نقمة ولا كره ولا ضغينة ولا بغضة، لكن يا رب أنت كلفتنا برسالة المحبة ورسالة السلام ورسالة المصالحة، وهذا ما نمد إليه، هذا ما نمد به أيدينا إلى العالم أجمع، ننادي عن المسيح، ننادي عن الله، تصالحوا مع الله لنكون سفراء بمحبة وبسلام وبتسامح، ونحمل بشرى الخبر السار أن هناك خلاص أعده الله لكل من يثق في هذا الخلاص ولكل من يؤمن بعمل المسيح الكفاري على الصليب. يا رب بشكرك لأنك صالح، وشكرك لأن نرى خير على بلادنا في الوقت اللي جاي، تكتاز بمصر بسلام وأمان من كل المؤامرات ومن كل ما يصنع في الخفاء ومن كل الأحداث ومن كل المخططات الشيطانية، تغمر بلادنا بالسلام، وتذكر أيضا يا رب بصفة خاصة منطقة شبه جزيرة سيناء، تأتي بسلام، توقف يا رب أي نزيف للدماء وكل خراب بيحاول العدو ومن جندهم أن هم ينشروه في جزيرة سيناء. هكذا نصلي لأجل الموصل بكل قراءة، بكل مدنعة، بكل شوارع، بكل صغير وكبير في الموصل يا رب، بكل المدن المحيطة بالموصل، أنك يا رب تزيح هذه الغمة من على هذه المنطقة سيدنا رب، وأنك ترجع أو تعود العراق إلى سلامها وأمنها من جديد، وهكذا سوريا بكل مدنها من الشمال إلى الجنوب، من الشرق إلى الغرب يا سيدنا رب. صلي لأجل اليمن وكل الأحداث اللي بتحدث في اليمن، أنك تأمر بسلام، وأنك توقف كل يا رب عداوة وكل عداءات وكل حروب شيطانية يا رب، حتى لو كان إبليس نجح أن يجند الإنسان ويقنعه أن يقتل أخيه الإنسان، لكن أنت قادر أنك تصنع السلام. أشكرك لأنك صالح يا رب، أشكرك لأنه طالبين وجهك ومنتظرين نشوف صلاحك في كل أمرنا، في اسم الرب يسوع آمين. أحبائي مرة تانية برحب بيكم، وتحت عنوان أصل الصراع بين السنة والشيعة من الجمل إلى الموصل، المقصود من موقعة الجمل ما بين عائشة وطلحة والزبير
من جانب وعلي وعشيرته ومن والاه من جانب آخر، إلى ممتد هذا الصراع مرورا بموقعة صفين ونهروان وغيره، ممتد هذا الصراع إلى يومنا هذا، وهذا هو ما نشاهده بكل اختصار وبكل وضوح. وهذه هي الأسباب الحقيقية، ما نراه في الشرق الأوسط هو حقيقته صراع بين السنة والشيعة لمن تكون اليد العليا ولمن تكون القدرة ولمن تكون السلطة والإرادة واكتساب مساحة كبيرة من الأراضي. ما نراه في اليمن، ما نراه في الموصل، ما نراه في سوريا، ما يحاولون أن يسيطروا عليه في ليبيا وفي مصر وفي بقع مختلفة في الشرق الأوسط، هو صراع بين السنة والشيعة. يسعدني ويشرفني يقوم معانا النهاردة شخص مبارك جدا، مفكر مستنير له رأي حر، إن كان بسبب رأيه يتعرض لكثير من الأذى والكثير من المضايقات، لكنه يعني ما يتميز به هو ثباته على رأيه وقدرته على تقديم الحجة ومقدرته على الإقناع. معانا الشيخ الدكتور مصطفى راشد، عالم أزهري وأستاذ الشريعة بالأزهر وإمام جامع بمدينة سيدني بأستراليا، وكما نعرف أنه هو أيضا مفتي لأستراليا. بنرحب بيك شيخنا الدكتور مصطفى راشد على قناة القرمة. ألو. وتحياتي ليك ولكل العاملين بالقناة. أشكرك جدا دكتور مصطفى. لو هستأذنك في بداية الحلقة تطلق لنا دعاء، أنه هو بنرجو فيه معاك الله الذي هو خالق الكل أن تنعم بلادنا ومنطقتنا الشرق الأوسط وبلادنا العربية وبلادنا الحبيبة مصر بالسلام والخير. اتفضل يا دكتور مصطفى. نعم، بداية بتوفيق من الله والشهادة وسعي من الحق ورضوانه وطلب الدعم من الرسل وأحبه، ونصلي ونسلم على كليم الله موسى عليه السلام وكل المحبة لكلمة الله المسيح له المجد في العالي، كل السلام والتسليم على نبي الإسلام محمد بن عبد الله. أيضا نصلي ونسلم على سائر أنبياء الله لا نفرق بين أحد منهم. ندعو الله من كل قلوبنا، ندعوك يا رب وأنت القادر على فعل ما لم نستطيع فعله. ندعوك يا رب ونتوجه إليك باسم كل خليقتك، مسلمين، مسيحيين، يهود وغيرهم من شعوب الأرض، فجميع خليقتك ندعوك يا رب أنت القادر أن يعم السلام على كل ربوع الأرض. يا رب اجعل سلامك يدخل قلوب الجميع، اجعلنا يا رب نعيش في حب، نكون صادقين معك، نكون عادلين، اجعلنا يا رب أصحاب ضمائر حية، اجعلنا يا رب ممن ينصف المظلوم، اجعلنا يا رب كلمة توصيل سلامك وإظهار سلامك وإظهار رسالتك للعالم. يا رب وحد كل الناس، فكل البشر مهما أوتوا من ذكاء عقولهم قاصرة، والحقيقة لا يعلمها إلا أنت، الحقيقة لا يعلمها إلا أنت. يا رب ساعدنا على أن نتوحد رغم اختلافنا في الأديان، ساعدنا على أن يكون بيننا سبيل للتعايش السلمي بيننا جميعا. فكل من يدعو بالحب والسلام هو من أبنائك، هو من المؤمنين، وكل من يدعو لغير ذلك هو من أتباع الشيطان. يا رب نحن نعلم أن له لا يصح إلا الصحيح، ونعلم أن الحق قادم وأنك قادر على أن تغير ما لم نستطيع تغييره. نعلم أنك تسمعنا، نعلم أنك قريب منا، ترانا. يا رب تقبل منا ودعاءنا دائما أن نكون خير ممثل لرسالتك على الأرض. آمين. آمين. أشكرك جدا دكتور فضيلة الشيخ مصطفى. فضيلة الشيخ، تابعنا الحلقة الأخيرة اللي حضرتك كنت تضيف فيها مع المحامي
نبيه الوحش، وشفنا محاولة التعرض لإيذائك الجسدي ومحاولة التعدي عليك. هطلب من المخرج أن هو يعرض للي ما قدروش يشوفوا هذه الحلقة بعض اللقطات الصغيرة، ونرجع نعطي الفرصة لفضيلة الشيخ قبل ما ندخل في موضوع الحلقة يعلق على هذا المشهد للأسف مؤسف جدا أن يظهر على قناة إعلامية وقناة فضائية، ومفروض أنها مساحة يخاطب منها الملايين من العرب ويراها الملايين من العرب، وهل يصل إلى هذا الحد وإلى هذا المستوى عندما نختلف مع الآخر نهدده ونقوم بسبه وشتمه ونحاول أن نتعرض له بالإيذاء الجسدي؟ هذا هو ما نراه الآن، ونرجع نعطي الفرصة شيخ مصطفى يوضح إيه اللي حصل ويوضح ليه سبب الهجوم الكبير اللي بيتعرض ليه الشيخ مصطفى، وللأسف أنه بيتعرض هجوم من السنة بكافة انتماءاتها المذهبية ومن فرق الشيعة أيضا. شوف الفيديو ونرجع نسمع تعليق الشيخ مصطفى. المشهد اللي حضرتك ما شفتهوش، طب زميلي بودي طلع كده الفيديو، هو ده. يعني أنا ما تخيلتش إنه يحصل إنه أحد الأطراف يخلع حذائه، ورد فعل من الطرف الآخر بإنه يضرب بالكرسي. أنا ما توقعتش على الإطلاق إنه يحصل في برنامجي هذا التصرف، وأنا مش عايز أدين حد، لكن كل طرف يتحمل وزر ما فعل. بعتقد الشيخ مصطفى يمكن يشاركني لما أقول مش دي أول مرة يتعرض فيها الشيخ مصطفى لمحاولة التهديد أو محاولة الاعتداء عليه أو اتهامه باتهامات كثيرة جدا، أنه خرج من الدين الإسلامي كله. يعني مش هقدر أقول كلام كتير بيتقال على الشيخ مصطفى، لكن هعطيله الفرصة أنه يوضح لنا إيه اللي حصل وإيه أسباب اللي حصل ده وليه بيتعرض باستمرار لمضايقات واضطهادات. فضل الشيخ مصطفى. نعم، أشكرك أخي، بس قبل ما أعلق على الفيديو اسمح لي أولا أحب أقول لإخواتي وتلاميذي من مشايخ الأزهر وغيرهم اللي أرسلوا لي عشرات الرسائل بيطلبون مني عدم الظهور في قناة مسيحية. أحب أقول لهم إن استضافة قناة مسيحية لي هو أكبر دليل على حبهم للآخر وسعة صدرهم، وليتنا نفعل نحن ذلك في قنواتنا الدينية مع المختلف معنا في الدين. وأيضا نقول لهم أن الجنة والحياة الأبدية ليست حكر على المسلمين أو المسيحيين أو اليهود لمجرد أنهم ورثوا ذلك عن أبويهم، لكن الجنة والحياة الأبدية يفوز بها من أحب الله وحب كل الناس بصدق وكان عادلا صادقا رافضا للظلم وله ضمير حي ويفعل الخيرات ولم يصل قلبه ذرة كر لبشر، كما أن كل منا يعتبر نفسه على حق والحقيقه لا يعلمها الا الله، لان العقل البشري مهما اوتي من ذكاء فهو قاسي يا سيدي امام حقيقه الكون. اما بالنسبه للفيديو اللي حضرتك عرضته، كان عندي لقاء على الهواء في مع قناتنا ال تي سي، وفوجئت بان السنابيس ده الوحش ده اتصل على الهواء وانا في اللقاء وتبني واتهمني بان انا عميل امريكي. طبعا انا قلت له انا هتقدم ببلاغ وهجنك لان انت بتتهمني اتهام على الهوى، وانا ابعد ان يكون عن ذلك، يعني انا عمري في حياتي ما سافرت امريكا. المهم فبعد الحلقه كلمت المحامي بتاعي يعمل له محضر بالفعل وجهز، فهو عارف بذلك اتصل بالاستاذ محمد الغيطي الاعلامي المحترم وقال له انا عايز اجي قبل الدكتور مصطفى راشد واعتذر له. فانا قلت له اعتذار ما يكونش ليه وبين لازم يكون على الهواء، فهو وافق انه يبقى يعتذر ويكون على الهواء، وعملنا الحلقه اللي حضرتك عرضت جزء منها. وخلال الحلقه في بدايتها فوجئت بان الاستاذ محمد الاعلامي المحترم الغيطي هو اللي بيعتذر، بيقول انا بعتذر للدكتور مصطفى راشد نيابه عن فلان النبي. طبعا انا طبعا رفضت ده وقلت لا انا جاي هنا بناء عن ان هو هيعتذر. فلما قلت كده لقيته بيقول لا انا مش هعتذر وارجوك اشتكيني. يعني انسان مسح اللي هو اتفق عليه في ثانيه يعني. طبعا انا احتراما لمحمد كنت هقوم، لكن هو سالني اسئله بدات ارد عليه، لقيت بين الثاني بيقاطعني، من الثاني محامي
من دارس الدين، مجرد ان هو واحد من الاخوان بفكر نفسه ان هو عنده علم في الدين. اقول له يا اخي انت مش فاهم حاجه، انت لا تعرف اسباب نزول ايه ولا تعرف حاجه، انت بتناقش في ايه؟ يقول لي انا درست كليه الحقوق الشريعه. ما هي الشريعه اللي هو درسها هي سنه واحده بس بيدرسوا فيها شريعه في كليه الحقوق، ده ما يساوي كده يعني حاجه يدرسها طالب في اولى ابتدائي اجهري. المشكله مش عندي هنا بس، لا كمان انا فوجئت بان بيتصل على الحلقه دكتور نجار، والدكتور النجار كان في بيني وبينه شبه خصومه لان كان عندي حلقه معاه مع وائل الابراشي، وهو في الحلقه حصل بيني وبينه مشاده لان هو اللي عمل التقرير اللي حرق الاسلام بحلف، ففوجئت ان هو كمان داخل يهاجمني شخصيا وما بيتكلمش في علم. اقول له طب قول لي الادله بتاعت عدم فرضيه الحجاب عشان ارد عليك، ما بيقولش. عندي فرضيه الحجاب عشان ارد عليك، ما بيقولش. فاللي فوجئت كمان بان ده بيقاطعني ويقول لي ما تسيبه يتكلم، قلت له انت مالكش دخل انا بتكلم معاه هو. المهم انا اكتشفت ان الحوار مش هيكون جيد، فقررت اترك الحلقه وقمت بالفعل عشان امشي. وهنا محمد ضغط انا الحلقه في اللحظه ديت اللي انا فيها الحلقه على الهواء، لقيت مدير ده بيرقع الحجاب ويقول لي انا هضربك بالدم. فطبعا انا يعني مش عايز اقول لك يعني انا انسان طيب جدا ومسالم جدا، بس الحمد لله يعني انا كنت بطل جامعه الازهر في الملاكمه يعني. فما قال لي كده انا دمي صار، فبصراحه يعني لقيت نفسي مندفع عليه. هو بيحاول يضربني بالحجاب ما اعرفش، والحمد لله انا لم اصب باذى، وهو يعني حصل له اصابات شديده وربنا يعني يتولى يعني. لكن المشكله مش في الحادثه اللي حصل دي يا اخي اندرو، المشكله ان انا بتعرض بقالي حوالي 15 سنه من الاخوان والسلفيين والجماعات يعني التكفيريه داعش جاي اللي هم بيشدوه داعش يعني لحمله ممنهجه لدرجه ان هم طبعا قالوا مسيحي ويهودي وبهائي الى اخره، لكن كمان بيعملوا لي فيديوهات يرتبوها، ده كمان يقولوا اشياء انا لم اقولها يعني. هم بيتبعوا الاشاعات بيتبعوا التشويش، لان هو مش قادر. انا عندي 28 كتاب، عندي 886 بحث منشورين وبعد لي حلقاتي تنزل، فهم مش قادرين يردوا رد علمي على ما اقدمه. عشان هو مش قادر يرد رد علمي بيعمل عمليه التشوير والتشويش والكذب، وده طبعا منهجهم للاسف الشديد. والناس دي ما هياش خصوم فقط لمسيحي او يهودي او غير الاديان، لا ده هو من لم يتبع فرقته او بالزبط. جماعته فهو عدوه وكافر في نظره، لان الناس دي عندها قناعه بانهم الفرقه الناجيه والى اخره. فكل حتى الجماعات يعني هم مع بعض بيكفروا بعض، يعني الاخوان والسلفيين ممكن يكفروا بعض، لكن لما يجوا عندي او عند حد اخر بيتحدوا مع بعض، لانهم في النهايه هم جذر واحد من منبت سام واحد يعني. لكن الحمد لله يعني ربنا دايما معانا وربنا بينصرنا، وانا بنزل مصر عشان اواجههم، مش على ان في منهم كان قال ده انا هربان والى اخره وكلام من ده. انا بروح بهناد وبروح في البيت بتاعي الازهري عشان البيت الازهر رفضوا كلام كتير بسمعه، فبروح وبظهر وبقول لهم انا اهو لو في اي حاجه اللي هو شايف عندي اي شيء يقدم فيها بلاغ. انا عشت حياتي كلها عمري ما كنت ماشكو، والحمد لله لهذه اللحظه عمري ما كنت ماشكو، بالعكس انا اللي عامل اكثر من 20 بلاغ في هؤلاء، لان في حوالي 8 قنوات تلفزيونيه طلعوا على 8 قنوات تلفزيونيه على مدار السنين اللي فاتت يهدروا دمي. حاجه كده عادي كانهم امر بسيط يعني، لدرجه ان في واحد رئيس قسم الفقه المقارن محمد عبد الفتاح ادريس ده اخضر دمي في قناه ايام مرسي وما زال في الازهر بيعمل عادي يعني، ما فيش مشكله خالص يعني. لكن هنقول ايه، هو ده حال وضع بلادنا، ان ما فيش قوانين واضحه مطبقه، ما فيش عداله حقيقيه. نتمنى ان بلادنا تشوف البلاد اللي تقدمت البلاد الاخرى عشان نحذو حذو، احنا عايزين وطننا يكبر، وطننا ينجح يتقدم. نتمنى الخير لبلادنا يعني، ليس لدينا اي شيء
ضد الوطن إلا كل خير، ونسعى جاهدين لمصلحة بلدنا بكل الطرق. أنا لما بقول أي موضوع في أندرو بقوله بالأدلة بتاعته الواضحة كالشمس. أنا عمري ما تكلمت في موضوع بدون ما أجيب أدلته وأعرضها. طيب أنت مش عاجبك رأيي، رد عليا بالبحث، رد عليا بكتاب أو بمناظرة. إنما الناس ديت أنا اكتشفت إن هم لأن هو ما عندوش علم، هو خلاص هو مش عايز يعلم إن أنت قدمت الحقيقة وقدمت حاجة صح، هو وأنت فهو في نظره أنت كده انتصرت عليه. فهو الموضوع عنده مش انتصار للحق، هو انتصار لشخصه الذاتي، وعشان كده بيصوره. المشكلة إن الناس دي شخصيات يا أخي أندرو، شخصيات تحمل صفات إجرامية، وللأسف الشديد ده انا من 15 سنه قلت بكل وضوح لكان شيخ الازهر وقتها محمد طنطاوي، دكتور محمد طنطاوي رحمه الله عليه، طلبت منه وكمان طلبت نفس الطلب عشان ما حدش يقول انا بجيب سيره حد متوفي من الوزير الاوقاف دقلوق اللي هو حي نورزك ومولود وراجل فاضل. طلبت برضه منه نفس الطلب انه اي راجل دين لازم، وحتى انا بقول ده كل رجال الدين حتى لو مسيحي كلهم لازم قبل ما يتعينوا او يقوموا بهذا العمل اللي هو الدعوي او الوعظ او الارشاد او الى اخره، لازم يمر بدجنه عليا من الطب النفسي تثبت ان هذا الرجل صحيح العقل، عشان ده بيقود امه بيقود ناس. بالظبط. ازاي انا اجيب شخص، حتى انا لما قلت الكلام ده للوزير الدقدوق وهو حي بيقولك راجل فاضل، الراجل ضحك يعني كان هيقع على ضهره من الضحك يعني، فقال لي انت عايز يعني نص الناس نرفضهم ولا ايه؟ فيعني طب ازاي انا اسيب شخص يقود الناس وهو شخص غير طبيعي غير عاقل كمان بيحمل صفات اجراميه؟ هو ده يعني ده اللي ودى بلادنا وحال وطننا في هذا بهذا الحال، سوريا او ليبيا او ما يحدث في كل والعراق الى اخره، بسبب ان احنا تركنا هذه النقطه الهامه وتركنا لمعصوبي العقل للمجرمين يبقوا رجال دين يظهروا في التلفزيون ويمثلوا الناس يتكلموا باسم الناس، شيء يعني غير منطقي غير عقلاني. يعني اي حاكم غيور على وطنه غيور على بلده لازم يقف وقف حق، لازم اصبح امن قومي. الموضوع ما هوش طرف حرب، امن قومي. يعني اذا كنت انت خايف على وطنك كمصر او اي دوله عربيه او اي دوله اسلاميه، لازم يكون في وقفه. ورد الدين ده ما يبقاش اي واحد كده يطلع يبقى رد الدين، لا في يتعرض. اذا كنا وكيل نيابه بنعرضه على اللجنه عليا الطب النفسي والضابط وهكذا. طيب ما اولى رجل الدين لانه ده اخطر كلمه منه بتخلي الناس تقوم في قريه تحرق بيوت مسيحيه او تضرب سيده او تعري سيده الى اخره. طيب ما هو انا كدوله المخطئه، لان لم اضع القوانين وانا بناشد من هنا مجلس الشعب المصري، بناشد الحكومه، بناشد الرئيس السيسي، يجب وضع قوانين يعني تضبط هذا الامر. ما يبقاش رجل الدين ده كده يعني مجرد انه حصل على شهاده، لا لازم يبقى في فحص شخصي لهذا الشخص، فحص طبي، لجنه علم الطب النفسي يقول ان الراجل ده سليم ويعني التراجل صحيح العقل، سليم العقل. كمان صح ما ينفعش يبقى في، انا اعرف رجال دين وللاسف كمان بيظهروا في التلفزيون لهم صحيح التوابق. يعني انا مش عارف ازاي يعني ازاي راجل كان بيقول لك كتاب يعني طب ما خلاص يبقى خلاص احنا كده بنحاسب ليه تاجر المخدرات او بنحاسب ليه اي واحد مجرم يعني؟ خلاص نسيب الناس تتوب وخلاص ما يطلع يقول انا تبت، ما هو الحرامي لما تمسكه يقول لك انا اسف ابوك بعد ايه خلاص يبقى ما حاسبوش. لا يعني التوبه لها شك، لكن في نفس الوقت ما يقودش الناس. يعني قياده الناس لها شروط لها مواصفات. انا بناشد الحكومه المصريه، بناشد مجلس الشعب اللي بنتمنى ان هو يقوم بدور، بناشد الرئيس السيسي ان الامور دي تحسن. لازم يبقى عندنا قانون كمان يعاقب ويجرم على التكفير. يعني لما الاقي شخص يظهر على الشاشات يكفر الناس وزي اسمه برهان
يكفر الناس وازاي انا مش فاهم سايبينه وازاي ما يتحاسبش. لازم يبقى في قانون يحاسب الناس بالشكل ده، لان ده اولا انت كده يعني بتعمل فتنه بين الشعب وبين بين ابناء الوطن الواحد. هو ده اللي بيجعل الامه في احتراب وتاخر. احنا عايزين بلدنا تتقدم، عايزين بلدنا تاخذ بالاسباب وبالعلم، عايزين بلدنا يبقى فيها تنقية للمناهج. انا مش عارف ازاي يتعامل وزير تعليم وانا ما اقدرش اعترف بوزير اي وزير تعليم يجي في مصر وهو سايب الاولاد يتضربوا. يعني على الاقل يا اخي طلع قرار بمنع الضرب في المدارس. هنا في استراليا مدرس مجرد ان هو رفع صوته في التلاميذ اللي اتمنع من التدريس نهائيا، لان اعتبروا رفع صوته في على التلاميذ انه يشكك فيهم ويزعق عليهم، يعني اعتبروا ان ده ارهاب للاطفال. بالظبط. احنا عندنا المدرس لحد اللحظه دي بيضرب وبيمسك عصايا. يعني انا مش عارف ازاي ده يبقى وزير تعليم. لدينا امور كثيره وده بجرد الم. يعني هو كل اللي يعمله وزير التعليم الموضوع مش محتاج مال زي الناس متخيله ابدا، هي عايزه عقليات عندها اراده، عندها ايمان، عندها وعي، يعني تنظر للوطن نظره صحيحه. واذا كان هو مش فاهم مين اللي فاهم هو اللي يدير الامور. ما ينفعش اذا عندنا ونسميه تعليم، طب ازاي احنا منتظرين من طالب بيتضرب وهو صغير ويطلع طالب مسالم؟ ما هو لازم يبقى كده خلاص هو هيطلع كمان عنيد. بالظبط. احنا للاسف يا استاذ اندرو لا بالظبط موافق على كلام حضرتك انه التربيه في الصغر هو اللي بيحدد شخصيه الشخص فيما بعد، هيبقى انسان سوي ولا غير سوي. انا متفق معاك ان اي شخص يعني بيعرض ان هو يكون في منصب عام سواء بقى كان منصب ديني او منصب اخر لابد ان هو يعني عايز اقول الكلمه اللي انت قلتها يكشف عنه يعني نفسيا هل هو شخص جدير بهذا المنصب، هل هو شخص مؤهل نفسيا ان يكون في هذا المكانه، ان يكون قادر على قياده ناس بطريقه فيها اصلاح وليست بطريقه فيها تكبر او تهديد او سب او شتم او تعدي نفسيا او بالضرب او بالايذاء النفسي او المعنوي او غيره على من يتولى امرهم سواء مدرس او شيخ او ضابط او بلادنا تحتاج لكثير يا فضيله الشيخ من الاصلاح. يعني تحتاج ان احنا نحتاج الى ثوره اصلاح. استاذ اندرو اتفضل. كمان يا استاذ اندرو يعني ما ينفعش يبقى في على الاعلام شخصيات بتتكلم وهي غير متخصصه. حضرتك لو شفت عرفت برهاني ده طبيب اطفال للاسف فاشل في الطب. انت مالك ومال الدين؟ الحويني ده خريج لغات اسباني يعني قسم اسباني. انت مالك ومال الدين؟ واحد ثاني بيطلع على الفضائيات اسمه وليد اسماعيل ده دبلوم بتاع الكمبيوتر. انا مش عارف بيسموهم شيوخ الشيخ فلان والشيخ يعني للاسف الوضع وضع يعني انا مش عارف ازاي يستقيم هذا الامر، ما يصحش هذا الامر. امين. بشكرك جدا لاجل التوضيح وعايز اقول لحضرتك نحن من خلال قناه الكارما نرحب بحضرتك في اي وقت ويسعدنا جدا يكون لنا لقاءات شراكه مع إخواتنا المسلمين، نتحاور نستمع لبعض حتى لو اختلفنا نختلف بمحبة ونختلف بود. وأنا بقول إنه في برنامج هنا يعني كان له سبق في كل القنوات العربية اللي هو برنامج أولاد إبراهيم اللي هو كان بيعطي الفرصة للشيوخ يتكلمون بكل حرية، وكان يعطي الشيخ صامويل فوزي الفرصة كاملة للشيوخ ليعبرون عن رأيهم. لابد أن نستمع لبعض، لابد أن نتحاور، لابد أن نفهم بعض، لابد ان نصحح في المفاهيم المغلوطه. عشان كده انا بناشد كل القنوات الدينيه، عشان كده انا بناشد كل القنوات الدينيه الاسلاميه ان تحذوا حذوكم وان يعطوا مساحه للمختلف معهم في الدين. هذا اذا كنا نريد ان نفهم غيرنا، اذا كنا فعلا لدينا نيه صافيه، لدينا نيه ايمانيه حقيقيه. اشكرك. فضيله الشيخ بنرجع لموضوعنا، انت شايف الوطن العربي بقى سخن جدا والاحداث تشتد يعني وشايفين ان احنا رايحين الى يعني مسار قد يكون دخلنا فيه مسار مظلم جدا، ما نراه في سوريا، ما نراه في الموصل وما يسمى دلوقتي معركه تحرير الموصل، ما نراه في اليمن. واكيد حضرتك تابعت الهجمات والغارات الجويه اللي اصابت قاعه عزاء في اليمن وذهب فيها اكثر من 700 شخص مدني،
ما نراه في سيناء، ما نراه في ليبيا. الحقيقة يعني الوطن العربي بيغلي، ونرى ونلمس أن هناك صراع خفي ما بين السعودية ممثلة وكأنها حامية للمذهب السني، وما بين إيران وهي المتحدث الرسمي باسم المذهب الشيعي طبعا، ولها منتدبينها ولها من يمثلوها سواء على لسان حزب الله أو الحشد الشعبي في العراق أو فرق مختلفة في سوريا. إيه الأسباب الحقيقية للأحداث دي يا فضيلة الشيخ؟ ولو نرجع لورا بقى للتاريخ ونشوف نقطة البداية، وأنا يعني أعلم أن الموضوع صعب وأعلم أن الموضوع ربما يثير يعني هجوم من البعض، ربما يظن أننا نتطاول على سير معينة أو على تاريخ ونحن يعني لا نتعرض إلى مثل هذه الأمور ولا نسعى للتطاول أو قصف في حق حد، لكن بنقرأ التاريخ. يعني أنا بين يدي كتاب الفتنة الكبرى للأستاذ الدكتور طه حسين، والجزء الثاني علي وبنوه، ومعايا أيضا كتاب الخلافة الإسلامية للمستشار محمد سعيد العشماوي، ومعايا كتاب البداية والنهاية لابن كثير سواء الجزء الثالث والرابع أو الجزء الخامس والسادس. خلينا نبدأ من ما يسمى موقف عائشة من علي نتيجة ما يسمى الحادثة الشهيرة، حادثة الإفك. وهل هناك كان هناك غضب ما في داخل السيدة عائشة تجاه علي بن أبي طالب عندما طالب علي النبي محمد أن يقوم بتطليقة، وأن النساء كثيرات يستطيع أن يأخذ ما يشاء من النساء؟ إن كان البعض يقول قصة ما، الله هو الأعلم إن كانت حدثت أو لا، مش ما عنديش الأدلة القاطعة على الحادثة وعلى موقف عائشة عندما عادت مع صفوان المعطل ابن المعطل. اتفضل، وبعد كده ندخل للاختلاف على الخلافة في ثقيفة بني سعد. اتفضل فضيلة الشيخ. نعم اولا استاذ اندرو، يجب علينا ان نناقش كل امورنا بكل صدق ولا نخجل من اي امر اذا كنا فعلا جادين في اننا نصل الى الحقيقه، في اننا ننجو وننقذ بلادنا، لان عدم المصارحه وعدم الوضوح وعدم النقاش وعدم توضيح الاسباب ووضع الامور في نصابها هذا غير صحيح، وهذا ما يؤدي التكتيل بتاعنا على الأسباب وعلى نشأة الصراع، جعل الصراع ممتد ومازال قائم. لكن أنا قبل ما أتكلم في الموضوع، لأن الموضوع يعني حابب أشرحه بشكل واضح، سبب الصراع السني الشيعي وسبب نشأته من البداية، حابب في البداية يعني تسمح لي قبل ما أنت أحيي من برنامجك الدكتور بابر نصار الجامعة القاهرة اللي ألغى خانة الديانة من الأوراق في الجامعة، وده أمر أنا ناديت فيه من حوالي 12 سنة، وأتمنى أن بلادنا أو الدولة بالكامل تقر هذا، لأن زي دولة أنا عايش فيها أستراليا ما فيش شخص يقدر يقول له يسأل واحد عن ديانته وإلا يتحبس سنة، لأنه معناه تسأله عن ديانته يبقى أنت ناوي تصنفه وناوي تاخد مني موقف. الغريب والعجيب ان احنا كدوله في مصر بنحط الديانه في البطاقه، يعني الدوله هي اللي بتقوم بهذا الجرم، تصنع التمييز، هي اللي بتفعل هذا الجرم. نعم، الدوله هي اللي بتصنع التمييز وبتساعد على هذا التمييز، على وجود التمييز، بتصنع هذا الجرم وهذا التمييز، بتحط بالظبط كده، بتحط في البطاقه الديانه، يعني هي عايزه تقول ده ديانته كذا، انت موقفك منه كذا، يعني شيء انا مش عارف افهمه ازاي. وبعدين لما يجي يتعرض في مجلس شعب يطلع بعض الناس الجهله يقول لك ازاي هنعرف ده مسيحي او مسلم؟ الله يا اخي، طب ما هو دول العالم كلها، العالم بالكامل ما عندهمش الخانه دي، مش مكتوبه، طب الناس عايشه ازاي؟ يعني ما عندهمش ليه مشاكل؟ يعني ازاي انت مش شايف الصوره دي؟ ما الناس كلها عايشه وما عندهاش خيانه، حتى السعوديه ما عندهاش، حتى الاردن، حتى بلاد كتير يعني اسلاميه، يعني غالبيه الدول الاسلاميه يمكن 99% من الدول الاسلاميه ما عندهاش خيانه الديانه، طب عايشين ازاي؟ ما عندهمش المشكله، ولبنان وغيره. طيب احنا بس يعني لازم نفكر شويه، المشكله ما هياش في
وضع خان الديانه، لانه الورقه ما هياش دليل ايمان والكتابه مش دليل ايمان، ممكن اكتب لك في البطاقه مسلم او مسيحي وانا غير كده تماما، يعني واحد ممكن يكاتب مسلم وهو مش مسلم، كاتب مسيحي وهو مش مسيحي. انت هتملك ايه ليه؟ او تعرف ازاي الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، ودي عقيده اسمها عقيده، يعني اعتقاد بيني وبين الله ما حدش يعرفه تماما. دي بالنسبه لل وانا بنضم، لكن ارجع عندي سؤال. لا بنضم الى صفك يا فضيله الشيخ، ونحيي جدا القرار الشجاع والجريء من الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بإلغاء خانة الديانة. وبعتقد أن نقابة المهندسين على ما أعتقد صارت على دربي، ونشجع كل النقابات، وبعتقد أن نقابة المحامين قالت أنها لا تتعامل بخانة الديانة، وأنا أشجع أيضا نقابة الأطباء والصيادلة وفيما بعد المعلمين وإلخ، ونشجع مجلس الشعب أن يناقش هذا الموضوع، لأنه موضوع يمس المواطنة، حقوق المواطنة، يمس العدالة بين أبناء الشعب الواحد، موضوع ضد المواطنة، موضوع يعني بيصنع تمييز بين المواطنين المصريين ويميز بينهم على أساس الدين والعقيدة. أنا بشكرك جدا أنك حضرتك قلت كلمة، حضرتك قلت كلمة مهمة جدا، على مجلس الشعب أن يقوم بدوره. مجلس الشعب عليه أن يثبت أنه فعلا يستحق هذا التكريم، وانه فعلا يمثل ثورتين، وانه مجلس مختلف. عايزين نشوف منه عمل، عايزين نشوف منه قوانين في صالح الوطن، قوانين مثل قوانين العالم، ده منتظر منه. انا برجع لحضرتك لسؤال حضرتك، بس هقرا جمله يا فضيله الشيخ، هقرا جمله كتبها الاستاذ محمد سعيد الاشماوي صفحه 131 في الخلافه الاسلاميه، بيقول كده انه طلحه والزبير حاربا علي بعد ان انضمت اليهما عائشه زوج النبي، والتي كانت بينها وبين علي عداوه شديده بسبب موقفه منها ابان حديث الافك. ويعلق الاستاذ محمد سعيد الاشماوي في الهامش صفحه 155 على هذا الموقف، بعتذر للتاخير على حضرتك، بيقول كده: كان علي بن أبي طالب قد حمل على عائشة أيام حادثة الإفك ولم يصدق روايتها، ونصح النبي بطلاقها، ونزلت الآية القرآنية التي تبرئ عائشة، وقد صار ثم بعد عداء بين علي وعائشة، واشتد بينهما وظل متصلا لا يهدأ، حتى إذا يعني ما وصل الخبر إلى عائشة بمقتل علي، وأنشدت فيه بيت شعر. والأستاذ طه حسين بيعلق بنفس الطريقة أن هناك كانت عداوة شديدة جدا لم تستطع عائشة أن تخفيها تجاه علي. فضل يعني بنتيح لك الفرصة فضيلة الشيخ، فضل. طبعا فعلا حضرتك ما قرأته ورد في كتاب سعيد العشناوي وورد في كتاب الفتة الكبرى لطه حسين. اللي عايز أقوله أن أولا لكل اخواتي اللي يستمعونا، اخواتنا من اي من المسلمين او غير المسلمين، يجب ان نعلم ان نحن نتكلم عن بشر ولا قدسيه لبشر، بمعنى اتفق معك. الكل يصيب ويخطئ، مظبوط، من البشر. صاحب القداسه الوحيد هو الله، صحيح، المنزه الوحيد هو الله. البشر جميعا معرضون للخطا. فما حدث من السيده عائشه، من السيد علي رضي الله عنه، كله هؤلاء بشر في النهايه. فالفتنه الكبرى هناك من طبعا حضرتك عارف الارث الاسلامي ارث ضخم جدا، واكبر ارث في الاديان كلها، مظبوط، التراث المكتوب بتاعه اكبر تراث في الاديان كلها. لكن المساله اتناقشت زي ما حضرتك قلت، ناقشها ابن كثير وناقشها الطبري وناقشها ابن الاثير وغيرهم كثير يعني. لكن انا عايز الخص عشان الناس اللي بتسمعنا ما تخش مننا. الناس قالوا ان الفتنه الكبرى تبدا من مقتل عثمان اللي هو الخليفه الثالث عثمان بن عفان، لكن انا كمصطفى راشد ارى ان الفتنه الكبرى بدات من قبل هذا، من قبل ذلك، منذ اجتماع ثقيفه بني ساعده واختلاف الصحابه
في اختيار الخليفة سيدنا الملك. لكن احنا هنتكلم على ان الفتنة الكبرى اللي بدأت بمقتل عثمان الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقتل عثمان قتله الصحابه، يعني اللي قال قتلوه بعض من الصحابه. فمن هنا بدات، بعد ما صاروا عليه وقتلوه، من هنا وجهه نظري بدات ايضا الظهور الاكبر للصراع بين طرفي الاسلام. ومن قاموا بقتل عثمان كانوا انصار لسيدنا علي، ثم تبعوا سيدنا علي. طبعا في البداية سيدة عائشة كانت خصم لسيدنا عثمان، وهي من قالت اقتلوا العسلم فقد كفر بالضبط على سيدنا عثمان. وقالت عليه هذا الكلام لأنه كان في فترة جمع القرآن، زي ما حضرتك عارف كان في 6 كتب للقرآن تم جمعها، وكان منها عبد الله بن مسعود والمصحف الموجود الحالي اللي هو أشرف عليه سيدنا عثمان، وعشان كده يسموه قرآن عثمان. لكن فسيدنا عثمان أحرق الكتب كلها وأبقى اللي هو المصحف الحالي هو مصحف سيدنا عثمان. فبعض الناس ومن السيدة عائشة اعتبروا أن هذا ما فعله عثمان كفر، لأن المصحف الصحيح هو مصحف عبد الله بن مسعود. بالضبط. فقالت اقتلوا عسلًا فقد كفر، عسلًا عثمان، وكان عسلًا كانت تطلق على شخص يهودي. المهم يعني، وعشان كده حتى سيدنا عثمان رضي الله عنه لم يدفن في مقابر المسلمين، ودفنوه في مقابر اليهود الكفار او اليهود في حش كوكب، منطقه حش كوكب. دي يعني بدايات للصراع. فالمفاجاه بعد كده طبعا السيده عائشه زي ما قلنا كانت ضد سيدنا عثمان، لكن لما الصور اللي هم قتلوا سيدنا عثمان انضموا وبايعوا سيدنا علي خليفة، سيدة عائشة خدت موقف ضدهم وضد سيدنا علي، لأن زي ما قلت حضرتك قلت كان في خلاف وعداوة بين سيدة عائشة وسيدنا علي قديم، ومن وقعة أو قصة الإف لما سيدنا علي كان بيطالب سيدنا النبي لن يطلعها. فده يعني أثر في نفسها، وحصل من وقتها بعد هي وسيدنا علي على خلاف يعني. فلما أيدوا الأنصار اللي هم من صاروا على عثمان وقتلوا أيدوا سيدنا علي وبايعوا للخلافة، سيدة عائشة بقت خصم ليهم وخصم ليهم، مع إن هي كانت بتشجع حول الثوار على قتل سيدنا عثمان. ثم تغيرت وجه سيدة عائشة وأصبحت يعني تعاديهم. ولذلك كمان كان نفس القصة طلحة والزبير، كانوا بيعينوا سيدنا علي بعدين انقلبوا عليه. ولذلك وجدناهم سيدة عائشة وطلحة والزبير كونوا الجيش بتاعهم اللي هو ذهب للبصرة، وقالت إن احنا نعد العدة لمحاكمة ومحاسبة قاتلي عثمان. فطبعا الناس استغربوا بتوع البصرة، يعني قتيل عثمان اتجايا من عندك وقتيل عثمان دول صور موجودين عندكم يعني. المهم سيدنا علي كمان جهز جيشه وذهب لملاقاتهم في البصرة، ومعروف موقع اللي هي موقعة الجمل، موقعة الجمل عشان سيدة عائشة تركب جمل. وإلى استمر القتال لحد ما مات 13,000 صحابي، وقتل لما قتل الجمل بتاع سيدة عائشة انتهت المعركة أو خلصت المعركة يعني. وسيدنا علي صحابها للمدينة بدون أذى. من هنا لكن قتل في المعركة دي، قتل في المعركة طلحة والزبير. نعم، وقتل طلحة والزبير في المعركة أيضا. الموضوع ما وقفش عند كده، الموضوع مستمر. بعد كده هنلاقي بعد كده طبعا الكلام ده حصل سنة 36 هجرية، هنلاقي بعد كده السنة يعني في نهاية السنة بداية سنة 37 هجرية هتحصل برضو في خلاف، طبعا في عدم مبايعة من معاوية بن أبي سفيان اللي هو حاكم الشام، وهيحصل بينه وبين جيش سيدنا علي بن أبي طالب الموقع اللي هي موقع الصفين اللي على نهر الفرات في سوريا يعني.
فهنا بيبان بقى ان الخلاف بيستمر بيزداد وبيتسع دايرته بيتسع الدايره، وبيبقى في شيعه علي اللي هم اتباع علي او شيعته، وبيبقى في الجانب الاخر اللي هو مش محدد لك كسنه او غير سنه، لكن في جانبين. استمر هذا، وزي ما حضرتك عارف موقع صفين استمر القتال فيها 9 ايام، للاسف الشديد مات فيها 70,000 شخص. 70,000 شخص مسلم يا فضيلة الشيخ، 70,000 نعم. شخص مسلم بيد مسلم. نعم. وصحابه، وخد بالك كلهم صحابه. ومنهم من حفظة القرآن. أفضل حفظة القرآن. منهم من حفظة القرآن. طبعا. بالظبط كده. طب عندي يعني تعليق صغير يا فضيلة الشيخ. تعليق صغير. البعض يقول الآن أن ما يحدث في الوطن العربي هو نتاج مؤامرة أمريكية صهيونية ماسونية. لكن ماذا، هل كانت هناك مؤامرة أمريكية صهيونية ماسونية؟ كتفين أمريكا. اتفضل. طب كتفين أمريكا يا أستاذ إدوار، ما هو أصل ده الكلام اللي مقصود منه تغيبنا عن الواقع، فتستمر المشاكل ويستمر السقوط وتستمر يعني ما نشوفش الحقيقة، فما نصلحش من أحوالنا، فما ندركش موقفنا. المقصود من هذا ان احنا نبقى بعيدين عن المشكله ونعلق الشماعه ونريح نفسنا ونسيب الامور تستمر كما هي وما ندورش على العلاج. لا، احنا لازم نفهم الحقيقه عشان ندور على العلاج، وهو لحضرتك العلاج يكون ازاي؟ بس قبل ما اقول لحضرتك العلاج يكون ازاي، لازم الاول نكون واقعيين. امريكا كانت فين؟ امريكا ما عمرها 300 سنه. الحدث اللي انا بحكيه لحضرتك وحضرتك بتحكيه معايا دلوقتي بتاع موقعة الدمن او في موقعة صفين، ده مر عليه اكثر من 1300 سنه. يعني حوالي 1350 او 1370 سنه تقريبا. احنا بنتكلم دلوقتي في امريكا اللي هي بقى لها 300 سنه، يعني ما كانتش موجوده في الوقت ده عشان نقول انها هي اللي بتجذر بقى او هي اللي بتحرض او لا. الكلام ده كلام يعني لا مؤاخذه من الناس حضرتك فاهمه. فضيلة الشيخ، حضرتك قلت جمله حلوه جدا ورائعه جدا، محاولة اختيار نوعيات من البشر ولباسهم لباس القداسة وتقديسه، ممنوع الاقتراب منهم لأنهم صاروا في نظر الناس مقدسين، وبالتالي ما بحاولش ان انا اقر ان هناك خطأ صدر منهم، فبحاول اصنع تبرير مستمر لنتيجة الحدث اللي حدث في التاريخ ودوانه التاريخ، فاخترع بقى مؤامرة صهيونية أمريكية، او اخترع شخصيه زي اسمها عبد الله بن سبأ. شمعات عبد الله بن سبأ. حتى الدكتور طه حسين قال ان ما لا يوجد شخصيه اصلا من الاساس اسمها عبد الله بن سبأ، لكن اخترعوا شخصيه اسمها عبد الله بن سبأ وقالوا السبائيين، وراحوا حاطين عليه اصل المؤامره، وهو بقى ده اللي قاعد يلف الكره الارضيه ويفتن علي ويفتن معاويه ويفتن طلحه ويفتن الزبير، وهو اللي صنع كل المؤامرات. ليه؟ لان احنا مش قادرين نقرب ونقر ونعترف ان ممكن يصدر اخطاء من هذه الشخصيات، حتى لو كانت هذه الشخصيات صحابه او حافظ القران. تفضل يا فضيله الشيخ. نعم، هؤلاء بشر سيدي، والبشر يصيبون ويخطئون، وده كلام اللي ما يعترفش بيه ده انسان ما هواش منطقي، ما هواش واقعي، يعني يتكلم خارج الزمن. ده بشر، وقلنا الوحيد الذي له القداسه والمنزه هو الله. حتى سيدنا النبي نفسه ما هو ربنا عاتبه كذا مره، يعني في اخطاء. فالبشر في النهايه بشر. اللي انا عايز اقوله ان احنا كشعوب يجب ان احنا نبدا لفوق، نبدا ننتبه، لان خلاص احنا وصلنا لقاع العالم كمستوى ثقافي اقتصادي اجتماعي علمي الى اخره. واللي مش شايف الكلام ده ومش شايف الصوره دي يبقى جاهل، يبقى بيضل الناس وهو مضل. وضعنا حاليا لا يخفى على احد، ما فيش حد في العالم بيحارب بعضه غيرنا، ما فيش حد في العالم بيعمل عمليات تفجيريه غيرنا، ما فيش حد دلوقتي بيعمل عمليه ارهابيه غيرنا. فلازم نتوقف، لازم نحاول ننقذ ما يمكن انقاذه، لان
احنا خلاص يعني فات منا الكثير، لكن اذا ما حاولناش ننقذ ممكن انقاذه خلاص هيبيع كل، مش هيبقى فيه لا عالم اسلامي ولا هيبقى فيه اي ذكر. بالظبط. علينا ان نتيقظ، علينا ان ننتبه. الحقيقه الايمانيه لا تستحق ابدا لا فر ولا قتل ولا عنف. حالة أن يطلب الله من أحد أن يقتل أحد، أن حتى يكره أحد، ده إحنا عندنا الحديث حتى غيروه عشان ما يعني الحديث بيقول المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، غيروا نص الحديث خلوه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده عشان ما يبقاش للناس، يعني شوف لدرجة إيه الناس وأصبحت عبارة الناس يعني أصبحت عبارة الناس هم نعم المقصود نعم بقى المسلمين بس. بالضبط، غيروا نص الحديث، مع ان نص الحديث يقول المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، وخلوها المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يعني قمه الاجرام حتى في النصوص بيحوروا فيها. لما يجي يقول لي انه الديانة محرفه، اتعجب لانه ده مش موجود، ملوش اصول، ملوش سند في الدين الاسلامي. ده موضوع هنقف عنده، حضرتك سيدنا النبي. موضوع هنقف عنده شوية فضيلة الشيخ، لكن للأسف أنه معنا تليفونات كتير ومعنا يعني مشاركات، الناس بتحب أن ترى فضيلة الشيخ مصطفى معنا، وبيبقى فيه فرصة للأسئلة والإيضاح. فهستأذنك ناخد معنا الأخت لونا. أخت لونا سلام المسيح، تفضلي. بعتذر إن كنا أطلنا أخي أنجو لضيفيك الكريمين، ربي يبارك حياة الجميع. أنا الحقيقة حابة أخي أنجو أن أنا أفصل قليلا في التاريخ، يعني هقدم أحداث تفصيلية شوية تنبيها للأحباء المسلمين في هذا يعني التاريخ الدموي اللي يعني اصطبغ به تاريخ الخلفاء وتابعيهم ومعارضيهم على مر التاريخ الإسلامي. يعني زي ما بيرى فقهاء المسلمين من شيعتهم وسنتهم أيضا أن موقعة الجمل يعني كانت بداية تمزيق المسلمين إلى شيع، وأحدثت فجوة واسعة في جدار المجتمع الإسلامي، إلا أنه طبعا فضيلة الشيخ رجعها لنا إلى سقيفة بني ساعدة أيضا. وكان يعني طرفي الموقع كان علي بن أبي طالب بجيشه، والطرف الثاني كان عائشة ومعها طلحة والزبير. وعائشة كان عندها أسبابها في قيادة هذه المعركة ضد علي. يعني أولا كان في سبب قديم ذكرته حضرتك أو فضيلة الشيخ من أيام النبي نفسه، وهو يعني حكمه بخصوصها لما محمد أخذ رأيه بخصوص حادثة الإفك، ودي حادثة يعني اتهمت فيها عائشة بخيانة زوجها محمد مع صفوان بن المعطل للأسلمي. ويعني لما وقعت عليها القرعة أن هي تخرج مع النبي في غزوة بني المصطلق، فتخلفت عن الركب لقضاء حاجتها، ولما رجعت قالت ان هي فقدت عقد ثمين كانت لابساه في رقبتها، وقالت ان هي رجعت تدور عليه، فشالوا الهودج بتاعها وحطوه فوق الجمل وهم فاكرين ان هي موجوده فيه ومشيوا، في حين ان هي ما كانتش في الهودج، لكن رجعت زي ما قالت تدور على العقد، والتقت بصفوان بن المعطل اللي كان كمان متخلف عن الركب، وقضى معها وقتا طويلا ليله كامله. وقالت ان هي راحت في النوم وكان صفوان يعني بيلاحظها نظرا لان هي مرات النبي، ولكن ما حصلش بينهم اي حاجه. لكن لما اتكثرت الاقاويل حول هذه الليله، اخذ محمد راي اثنين من الصحابه هم اسامه بن زيد وعلي بن ابي طالب. أسامة برأها وقال إنه لا يمكن تكون أخطأت، دي يعني امرأة فاضلة وزوجة محمد. لكن علي قال يعني لمحمد الله لم يضيق عليك، النساء غيرها كثيرات. وبعد كده محمد قال إنه جاله وحي بتبرئة عائشة. السبب يعني الثاني يعني لما عرفت عائشة من عبد الله بن سلمة انه تم اختيار علي بن ابي طالب خليفة، قالت يعني والله ليت ان هذه السماء انطبقت على هذه الارض ان تم الامر لصالحه. ورجعت عملت ضجة في مكة على ان عثمان بن عفان قتل مظلوما،
وان هي لابد تخرج مطالبه بدمه، في حين ان هي نفسها بحسب ما ورد في المراجع، يعني زي ما ورد في تاريخ الطبري وفي الكامل في التاريخ لابن الاثير، ان هي كانت بتقول اقتلونا عسلا فقد كفر، قصدت يعني عثمان. ولما عبد الله بن سلمة قال لها بس انت كنت بتقولي اقتلونا عسلا فقد كفر، فقالت انه يعني هي كانت اولا متغاظة جدا من عثمان لانه ما كانش بيغدق عليها بالاموال والعطايا الكثيرة زي ما كان بيعمل عمر، وكمان كان بيولي اقاربه من الامويين وكده، رغم ان يعني عهده كان فيه انجازات كثيرة، لكن وصل الامر بعائشة ان هي كانت متغاظة جدا منه. وبعدين قالت والله انهم استنالوه ثم قتلوه، قلت وقالوا وكان قولي الاخير خير من قولي الاول. ودي الموقعة دي طبعا راح فيها ألافات من المسلمين زي ما قال فضيلة الشيخ، زي ما ذكر فضيلة الشيخ. ويعني ما نعرفش يعني عائشة طلعت بإيه من هذه الموقعة إلى يعني تفريق المسلمين إلى سنة، زي ما حضرتك قلت اتمزق الجسد من اللحظة دي بالضبط، وكمان قتل طلحة والزبير بالضبط. يعني القصة كاملة لمن يود أن يرجع إليها بالتفصيل من أحبائنا سواء سنة أو شيعة، القصة موجودة في صحيح البخاري في كتاب المغازي بالضبط. أمر آخر أخي أنجو يعني أود يعني أن أشير إليه، وده أدى إلى الكثير جدا من الكراهية والانقسام ما أشعه الإخوة الشيعة بقوة، يعني قام على قصة بحسب المراجع الشيعية المعتبرة هي قصة وهمية، وحولها الإخوة الشيعة إلى تاريخ مقدس، يعني في حين ان مراجعهم المعتبره يعني لم تؤيدها، وهي ثوره الحسين بن علي ضد يزيد بن معاويه. يعني انا مش بتكلم يعني باي راي شخصي، لكن انا انت بتطرحي الفكره والقصه يعني كما هي، موقع اسفى كتاب معتبر جدا جدا لدى الشيعة لانه بتاع اهل البيت انفسهم، وهو كتاب الارشاد. قال يعني الإخوة أشاعوا على مر التاريخ أنه الحسين قام بثورة ضد يزيد من أجل المظلومين من شيعة علي، وأن الحسين لم يقم أبدا بثورة ضد معاوية ولا يزيد ابنه. القصة طويلة لكن أنا هحاول أختصرها، أنه الحسين حضر بنفسه مبايعة الأمصار الخمسة اللي كانوا بيمثلوا الدولة الإسلامية في ذلك الوقت، اللي هم الشام والكوفة والبصرة ومكة والمدينة. عندما أجبرهم معاوية على مبايعة ابنه يزيد في حياته وهو لسه عايش، والحسين نفسه حضر هذه البيعة، فكل الوفود اللي جت من كل أمصار الدولة الإسلامية بايعوا ليزيد ابن معاوية ما عدا ثلاثة، اللي هم الحسين بن علي وعبد الله بن عمر والزبير. وطبعا كان لازم يعني يسقطوا خوفا من السيف. وبعدين يعني انا عايزه قبل ما اكمل هذه القصه عاوزه اذكر، هو بس تصحيح صغير، انت تقصدي بالزبير عبد الله بن الزبير؟ اتفضلي. يعني عايزه اذكر الاخوه الشيعة يعني ان علي بن ابي طالب لم يكن يؤيد نظام توريث الخلافه بالضبط، ولا المبايعه لابنائه. ويعني خليني اقدم توثيق من مرجع معتبر لدى الشيعة ولدى السنه، انا اقصد بما اقدمه فقط تنبيه للاحباء المسلمين، لان يعني الدماء يعني سالت يعني بقسوه بتراق بقسوه، وقد يكون الامر مبني على امور قد تكون يعني ليست حقيقية بالكامل. ورد في مروج الذهب للمسعودي في جزء 2 صفحة 459، وزي ما قلنا ده مرجع معتبر لدى الشيعة ولدى السنة. سألوا أتباعه أتبايع الحسين أتبايع الحسن، الكلام ده كان بعد ما طعن وبيحتضر، فهو على فراش الموت. تقصدي علي؟ تقصدي علي؟ علي وهو على فراش الموت بعد ما طعن، يعني أتباعه سألوه أتبايع الحسن اللي هو ابنه؟ قال لا آمركم ولا أنهاكم أنتم وأنتم أبصر. وكمان في كتاب نهج البلاغة بيؤيد علي نظام الشورى واختيار الحاكم. فيعني قال له رجل من القوم ألا تعهد يا أمير المؤمنين؟ قال لا، لكني أترككم كما ترككم رسول الله. فقالوا ماذا تقول ربك إذا أتيته؟ قال أقول اللهم إنك أبقيتني فيهم ما شئت
أن تبقيني، ثم قبضتني وتركتك فيهم، فإن شئت أفسدتهم وإن شئت أصلحتهم. يعني يا رب أنت حر اعمل فيهم، صرف فيهم زي ما أنت عايز. يعني علي ما كانش بيشجع فكر توريث الخلافة خالص، ولا أشار للحسن ولا للحسين. لكن بعد وفاة علي ومجيء معاوية، حب معاوية في حياته زي ما قلنا أنه هو يبايع لابنه يزيد، والحسين حضر هذه البيعة، لا صار ولا عمل ثورة ولا فكر أنه هو يعمل ثورة. وحتى أخوه الحسن كان المسلمين الشيعة بيطلقوا عليه مذل المؤمنين، لأنه ما أمشي بثورة ضد يعني معاوية ولا يزيد، وساب الأمور تمشي كده من غير خلافة فيهم. فيعني قال انها ان هو ملتزم بالهدنه اللي قامت بينه وبين معاويه، لكن يعني لو معاويه مات يبقى ينظر في الامر. فبعد كده يعني مات معاويه سنه 60 هجريه، ورجعوا يعني رجعوا تاني قالوا له موالي الحسين، الناس يعني قالوا له يعني شوف موقف الناس في الكوفة إيه. الكوفة كانت عاصمة الخلافة، كان علي نقلها من المدينة للكوفة، فيعني شوف الناس رأيهم إيه. وهنا بدأ الحسين يعني خطط لإنقلاب ضد يزيد ابن معاوية، وأنا برضو بقول تبعا للمراجع، أنا ما عنديش أي رأي في الموضوع. حب أولا إن هو يجس الناس في الكوفة موقفهم إيه، فأرسل مسلم ابن عقيل ابن عمه يروح يعني سرا يجس الأحوال في الكوفة، فأجمع 18,000 واحد على مبايعة الحسين. إن يعني هو إن جه الكوفة هيبيعوه، وأرسلوا مكاتيب للحسين وقالوا له تعالى عجل نحن مبايعوك. والتقى مسلم ابن عقيل في الكوفة بواحد اسمه هاني، ابتدى يدبر لل 18,000 أمر الحصول على سلاح عشان لما يجي الحسين ويقوموا بانقلاب ضد يزيد بن معاوية وياخد الحسين الخلافة. في الوقت دوت كان الوالي اللي حطه معينه يزيد بن معاوية على الكوفة كان راجل يعني كان لين شوية، وعزلوه وحط راجل شرس جدا اللي هو عبد الله ابن زياد، وكان راجل محنك سياسيا جدا. فهذا الرجل يعني أرسل جاسوس لما شم ريحة خيانة يعني بتدبر ضد الخليفة، وعرف أن هاني بيدبر أسلحة ل 18,000 واحد اللي هم شيعة الحسين، اللي أرسلوا له مكاتيب وقالوا له أنت لو جيت هنبايعك. فالمهم قال أنه هو سيرسل إلى يزيد في الشام ويستحضر جند الوالي من الشام، فال 18,000 دول تخافوا وتخلوا عن مسلم ابن عقيل وعن هاني اللي كان بيجهز لهم الأسلحة. فضل معاه بس 10 أفراد، وهم كمان كانوا بيصلوا معاه، وبعد خروجهم من المسجد لقى نفسه هو لوحده هو وهاني، وما يعني ما حدش فضل معاه خالص. بعد يعني تخليهم واصطاد الوالي بتاع الكوفة اللي هو عبد الله بن زياد مسلم ابن عقيل ومعاه هاني، وقطع رأسهم وبعتهم للوالي في الشام. أمر بعدها يعني يزيد ابن معاوية بإغلاق كل منافذ الكوفة تمهيدا لاصطياد الحسين وهو في طريقه للكوفة، وده اللي حصل فعلا. والحسين وهو في طريقه مع نفر يعني قليل من مواليه إلى الكوفة التقى إعرابيا وقال له كل اللي حصل، وده معناه انه مش زي ما بيقولوا اخواتنا الشيعة النهاردة ان الحسين بيعلم الغيب وكان رايح كربلاء عمدا وهو عارف ان هو هيستشهد في كربلاء. فعرف منهم عن مقتل مسلم وعن مقتل عقيل، والنفر القليل قوي اللي فضلوا مع الحسين قالوا له طيب احنا هنكمل معاك الطريق، يا اما نسأر لمسلم يا اما نزوق ما ذقه مسلم من الموت. وهم مكملين في الطريق. أرسل الخليفة 1,000 فارس حصروا في كربلاء وقتلوا أثناء توجهه للكوفة، يعني لا كان رايح كربلاء ولا ثورة، يعني بحسب المراجع المعتبرة إن ده كله يعني ما حصلش. فيعني أنا حابة أقول للإخوة المسلمين إذا كان ده كله قد يكون ما حصلش بالمرة، انتوا ليه يعني في الموقف بين السنة والشيعة معركة الجمل كان ليها أسباب شخصية لعائشة،
والثورة بتاعت الحسين بتاعت كربلاء يعني قد لا تكون حدثت بالمرة، وده بحسب مراجعهم. طيب مش تتريثوا وتفكروا أن كل هذه الأمور قد تكون فقط لغير صالح المسلمين اليوم اللي هم لا ليهم في التاريخ الحقيقي ولا التاريخ الوهمي المصطنع، لكن دماءهم عمالة تهرق كل يوم بغزارة على الأرض إلى هذا اليوم. ربنا يرحم. يعني رب يدي حكمة وإرشاد لإنقاذ أرواح بريئة ملهاش أي علاقة بهذا التاريخ، ويعني الرب يبارك الجميع ويعطي حكمة وإرشاد. ربنا يبارك. شكرا ليكي. نرجع مرة تانية لفضيلة الشيخ، بعتذر إن كنا طولنا عليك. فضيلة الشيخ، أنت سمعت التعليق بتاع الأخت لونا، هل حضرتك عندك تعليق عليها أو نستكمل الموضوع؟ اتفضل فضيلة الشيخ. هو يعني أنت عارف أنا بسمعكم من التليفون، كان الخط قطع، أنا سمعت بعض كلام من الأخت اللي هي عايزة تقول إنه الدماء اللي بتراك الآن هي نتيجة لأسباب سياسية كانت تخص أصحابها في الماضي، يعني فلا حاجة أن نرى صراع الآن موجود بين السنة والشيعة يذهب في يعني ملايين الدماء البريئة التي لا تعرف عن التاريخ أي شيء. تفضل. وده حقيقة، وده حقيقة. هذا الصراع كله صراع سياسي بشري ليس له صلة بالإيمان مطلقا، فكل من يوجه الصراع من الطرفين في وجهة نظري أنا وشخص غير مؤمن ليس له علاقه باي ايمان. وانا كنت سمعت الاخت يعني جزء كده بتقول ان ده مرجع معتبر. انا عايز اقول ان ما فيش حاجه اسمها مرجع معتبر. التراث اللي احنا بنتكلم فيه ده كله يعني مش بالكامل طبعا، ما عدا القران والاحاديث المتواتره اللي هي 2420 من 600,000 حديث من كتب السير التي لا حصر لها. دول بس الحاجتين الوحيدين اللي ممكن انا اعتبرهم سند ايماني او اخذهم مرجع. اما ما عدا ذلك كتب السير بالكامل البخاري ومسلم وكل رواه الاحاديث لا اساس لها. بمعنى ايه؟ لا وجود للاصل بتاعها. يعني ما فيش كتاب اصلي اللي هو يبقى مخطوطه، يعني لان الكتب دي كتب انا فاهم قصدك اتكتبت قبل ما يبقى في طباعه بالظبط. فالمفروض هذه الكتب بالكامل سواء البخاري او مسلم او كتب التراث اللي الطبري ولا ابن كثير ولا ابن الاثير الا اخره، كل هذه الكتب اللي انا بقول انها مرجع معتبر، هذه الكتب يا سيدي لا يوجد اصل لها، بمعنى لا توجد مخطوطه موجوده او نسخ للمخطوطه موجود يدل عليها. لكن في كتب مكتوبة بتقول عنها أو يقول لك حققوا فلان عن كذا. طيب أنا إزاي أقدر أقول ده مرجع معتبر أو أقول إن ده مرجع حقيقي أو أرجع له؟ ما أقدرش، يعني هيبقى ظلم. فكل اللي أقدر أقوله إن أنا القرآن أو الأحاديث المتواترة يعني من حقي أستند إليها. أما ما حدث وما جاء في التراث من روايات سواء حادثة الإفك سواء العداء بين السيدة عائشة والحروب إلى آخره، كل ده مسجل في كتب غير مؤكدة، لكن احنا بنناقشها على أساس هو ده اللي متاح لينا واللي موجود قدامنا. طب فضلت الشيخ، إذا أردنا فضلت الشيخ إذا أردنا أن نصل إلى تاريخ موثق يتفق عليه الجميع، يعني حضرتك بتقول دلوقتي لا يوجد مخطوطات أصلية للبخاري ومسلم وترمذي وكل الأمور دي ولا حتى الكتب السيرة، يعني حتى كتاب محمد بن إسحاق أول من كتب في التاريخ الإسلامي غير موجود من الأساس، ربما نجد البعض المقتبس في السيرة الهاشمية أو الحلبية. إذا أردنا أن نصل إلى توثيق للتاريخ الإسلامي بدقة علينا أن نتجه أي اتجاه؟ إذا كنت حضرتك يعني بتزيل أو بتضع الشبهة على هذه الكتب جميعا، تفضل. تمام. اي عشان كده انا قلت لحضرتك وكان كلامي محدد، قلت انا لا اخذ سند ايماني الا من القران او الاحاديث المتواتره كمسلم. من القران والاحاديث المتواتره، الاحاديث المتواتره عددها زي ما قلت لحضرتك 2420 من 600,000 حديث. طبعا هتقول لي موجوده فين؟
لا هي مش ما مش ما مش كتاب محدد لحد هذه اللحظة. أنا يمكن قدرت أحصرها مع نفسي، لكن لم يوضع كتاب يجمعها، لأن المؤسسات الدينية رب القيام بهذا العمل الهام اللي هو تنقية التراث من الأكاذيب، تطوير الخطاب اللي الرئيس السيسي نادى بيه وبح صوته. الموضوع ده مهم جدا إذا كنا نريد أن نضع يعني عهد جديد للأمة الإسلامية، والكلام ده ما يملكوش أو الوحيد، مش الوحيد، الجهة اللي تقدر تعمل العمل ده هو الأزهر، ولازم يتحرك، والعالم الإسلامي كله لو الأزهر اتحرك العالم هو القاطرة الأزهر، فلو الأزهر غير الناس العالم الإسلامي هيتغير. أنا كنت في بقول كلمة في البرلمان الأوروبي نبع العالم الإسلامي، وجئت من الناس فاهمين الكلام ده كويس ومنتظرين من الأزهر إن هو اللي يبدأ بالتصحيح والتغيير، وللأسف الشديد لحد اللحظة دي لم يتم تصحيح أو تغيير حقيقي، كله كلام يعني كده ضر يعني غمض في العيون. احنا محتاجين، وده على فكره ما هو صعب، يعني ان احنا ننقي التراث من الاكاذيب، ان احنا نحدد ما هي الكتب الصحيحه وغير الصحيحه، الكلام ده ما هو صعب، ده الكلام ده لو في لجنه محترمه هتعمله في سنه يعني، بس نبدا ونكون صادقين ان احنا عايزين نقدم تراث محترم. يعني ما ينفعش ان انا اتشاجر مع الاديان الاخرى بحجه انهم اديانهم محرفه او انهم كفر او هذا الاسلام لم يذكره مطلقا، يعني ما في عندي انا نص واحد بيقول ان في ان الانجيل او التوراه محرفين، الايات اللي بيجيبوها اللي هي الاربعه يحرفونها عن الكتب عن مواضيعه اللي في تكمله ليها لا بالسنتهم، ده مش على الكتاب، ده بيتكلم على اشخاص. المشكله ان في تفسيرات غير صحيحه، تفسيرات يعني عندها عنف وعندها اجرام وعندها اغراض انها يبقى في عداوة بيننا وبين الآخر، فده كله لازم يتوقف ولازم الحقائق تظهر. وما جه 60 واحد من نصارى نجران ومعهم القس والواعظ بتاعهم وزاروا سيدنا النبي وزاروا المسجد النبوي، ده دخلوا المسجد النبوي صلوا جوه المسجد النبوي، والواعظ واقف على منبر النبي قال الوعظة المسيحية وفي حضور النبي قاعد يسمع، اتكلوا في المسجد، ناموا في المسجد النبوي، ثاني يوم سيدنا النبي وصلهم لاطراف المدينه بكل احترام لانه عارف ان دول ناس اصحاب ديانه ورساله سماويه. ازاي انا اقول بعد كده ان هؤلاء غير مؤمنين باي حق، يعني اي سند اي دليل؟ ما يبقى في عندي 32 آية بتعظم في التوراة، كيف يحكمون في التوراة بين يدين التوراة؟ يعني عايز يقول التوراة اللي هي يعني أعظم، ما في يعني ما فيش أعظم، فإزاي في واقعة زنا اليهودي لما سيدنا النبي جابوا له التوراة ورفعها وقبلها وقال يجب أن يعلى هذا الكتاب ويعلى عليه؟ أنا جبت منين إن هذه الكتب محرفة؟ أنا جبت جابوا منين إن الناس ديت مش مؤمنين؟ الكلام ده كله لازم يبقى فيه مراجعات، لازم يبقى فيه تحديد، لازم الناس تفهم، وكل اخواتي اللي بيسمعوني مسلمين يعرفوا، اخواتي واخواتي المسلمين يعرفوا ان احنا عندنا تراث يعني في نسبه كبيره كاذبه لا تمت للحقيقه بشيء، ارادت انها يعني تغير الرؤية الإسلامية للأديان الأخرى من أجل أهداف إجرامية. يعني ابن تيمية أنا في وجهة نظري يجب أن يحاكم، يعني لو كان موجود في زماننا يجب أن يحاكم، لأن هذا الرجل عامل 37 مجلد، يعني ثلاث أرباعها من عنده، من بسبب هو شخصية عندها مرض نفسي، إنه ولد بدون يعني مدخول الأرض، ولذلك نسب لتيمية اللي هي جدته، وسمي ابن تيمية لتيمية دي جدته يعني. فكاره للمجتمع للناس، فصد كل هذا في المجلدات بتاعته من عنف وإجرام عشان يوجد الفرقة ويوجد القتال. أمين. لازم يعني هنتكلم مع حضرتك عن هنتكلم مع حضرتك عن العلاج عشان نقدر نبقى زي جرز أو صوت نقدر نساعد إلى حد ما في وقف يعني سيل الدماء اللي بنشوفها في الموصل والعراق وسوريا واليمن، وهو بالأساس صراع مذهبي بين السنة والشيعة، لكن في بعض التلفونات والمداخلات.
مش هنقدر نطول اكتر من كده على احبائنا اللي موجودين على التليفون. معانا اخونا محمد حداقي او حداقي، ما اعرفش انا ناطق الاسم صح ولا لا. اتفضل اخونا محمد. الو، تحياتي لك وللدكتور مصطفى. اتفضل. معلش انا طولت عليك للاختباري عن بعض الظروف كده ما توفقت حتى ولا الان. فبالنسبة انا شوف انا مسيحي الحمد لله، من 26 سنة في المسيح ومخلص بدم المسيح الذي سكب على الصليب، هذا شك لا شك فيه. بس انا عملت بحوث في الاسلام والمسيحية وكل تاريخ الكنيسة والكتاب المقدس والى اخره، واخذت الترجمة طبعا بايبل ترانزليشن في الجامعة وكده، وطلعت بنتيجة وانا حاعديك الخطوط العريضة فضل. بالنسبة للنتيجة اللي لقيتها، النتيجة رقم واحد انه انا لقيت انه الكنيسة انحرفت عن الحقيقة الكتابية، رقم واحد. رقم ثاني الاسلام هو من صنع الكنيسة. رقم ثلاثة دواعش لا يمثلون الاسلام ولا اسلام يعرفهم ولا هم يعرفون الاسلام، هذا شيء لحاله والاسلام شيء لحاله. وانا عايز اعمل حلقات كده يا معاك يا مع قسيس سامويل ممكن عشان انا اشارك بالنتيجه. طيب ده موضوع يعني انت يعني اثرت مواضيع كتير، ثلاث مواضيع لابد ان احنا نتوقف عليها في حلقه اخرى. إن كانت الكنيسة تراها من وجهة نظرك انحرفت عن الحق، لكن هناك الحق في الإنجيل واضح وظاهر لكل شخص يريد أن يعرف الحق. يمكن أنا عندي اعتراض شخصي لما بتقول الإسلام من رحم الكنيسة أو نتاج لانحراف الكنيسة. حاجة تانية برضو عندي اعتراض إن بتقول داعش ده كيان مستقل، لأن احنا لما بنراجع الكتب الإسلامية المعتمدة برضو أنا أقول الكلمة دي حتى لو الشيخ مصطفى بيسمعنا وبيعترض عليها، لكن على الأقل اللي بيقبلها ملايين المسلمين أو عموم المسلمين على مستوى العالم، لما بنقرأ الكتب دي بنرى أن هناك نماذج داعش وغيرها من الجماعات الإسلامية قامت بناء على هذه الآيات يعني وهذا الفقه وهذه الأمور التي يفتخرون بها أنهم هذا هو التاريخ الإسلامي. أخ محمد أنا بشكرك وانا اوعدك ان نتكلم مع بعض ونرتب عشان نسمع وجهه نظرك. طيب معانا على الاسكايب مشاركه اخرى من الاخ حسان ابو حمزه، والاخ حسان ابو حمزه كان عضو سابق في تنظيم القاعده وهو حابب يشارك معانا، ولو عنده اسئله يطرحها على فضيله الشيخ مصطفى راشد. اتفضل انت موجود معانا على الهواء الاخ حسان، اتفضل على الهواء. سلام المسيح والمحبة لك أخي أندرو. سلام المسيح. يعني الصورة مزارت، تفضل الصورة زارت تفضل. أنت متابع معنا موضوعنا يا أخي حسين، وكعضو سابق في تنظيم القاعدة وأنت مارست في هذا الاتجاه العمل السياسي في جبهة النصرة وفي يعني مواقع كثيرة، ترى معي ومع فضيلة الشيخ مصطفى أن الصراع الذي نراه في الشرق الأوسط هو أساسه بالأساس صراع مذهبي سياسي يرجع للقدم من حادثة الإفك أو فيما بعد ما يسمى موقعة الجمل وخلافه ومقتل الحسين كما أشارت الأخت لونا، أو لك قراءة أخرى أو إيضاح آخر؟ اتفضل نحب نسمعك. أولا أنا أحب أنه أقدم الشكر للدكتور مصطفى راشد، وحقيقة هو من أهل الباس ويستحق أنه ترفع له القبعة على ما يتكلم به من الحق. وأشكر كل الأعضاء في قناة الكرمة على ما يقدموه من محبة وسلام، وأشكر الأخ ماهر الذي استضافني في بيته. وتعقيب على هذا الأمر صراحة يعني هو يحتاج إلى تفصيل، في كل موقعة يحتاج إلى تفصيل وبحث طويل. أمامي الآن مرجعيات من السنة والشيعة، لكن أقدم سرد سريع على ما حدث وما يجري بين السنة والشيعة. وأنا شاهد على هذا الأمر كوني كنت بتنظيم القاعدة في العراق، والاشتباكات المباشرة مع جماعات الشيعة من مقتدى الصدر وغيره. ونستند على هذه الاشتباكات والإجرام الذي يحدث بيننا وبينهم على سرد التاريخ لسنة محمد. فأقدم أولا
عقيدة أهل السنة والجماعة كونني على دراية بها في منظومة أهل السنة والجماعة لأبي بكر عبد الله ابن أبي داود السجستاني. طبعا هذه المنظومة تقدم عن كل الطوائف من المرجئة والمعتزلة والأباضية والقدرية وما شابه ذلك، لكن أحب أن أخص هذه الموضوع بما نحن نتكلم اليوم عنه. فيتكلم بمنظومة أهل السنة والجماعة وما تربينا عليها من العقيدة، يقول في منظومته: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، وقل إن خير الصحابة وقل إن خير القول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آية للصحابة تمدح. فنحن كنا في أهل السنة والجماعة نتعصب لما أمر به محمد رسول الإسلام، وكنا نقتدي به وهو أسوة لنا في الدنيا والآخرة. والمقصود هنا أن نؤمن بأن الصحابة هم من الأجلاء، من يمتلك القداسة الذي لا يمتلكها بعض الناس من المسلمين. وفي الفتح آية للصحابة تمدح، طبعا هنا المقصود فيها آية من القرآن تذكر وتمدح في الصحابة. ويقول رب القرآن: لقد رضي الله عنهم، رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا مبينا. طبعا هذه الآية نزلت في أرض الحديبية، وقيل كانوا الصحابة عددهم 1400. فنحن ندين كما أخبرنا رسول الله محمد، ونستند على حديث ابن سارية عندما قال: صلى بنا رسول الله، إلى آخر الحديث عندما قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. فنحن كنا نقول ونبايع رسول الله على هذا الحديث. وأيضا كانوا الشيعة لهم رؤية خاصة ومفهوم خاص من خلال الأحاديث والآيات القرآنية الذي يستندوا عليها. كانوا يستندوا على حجة الوداع عندما قال رسول الإسلام محمد في حديثه: يا معشر المهاجرين والأنصار، ألا أدلكم على شيء إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: عليكم بكتاب الله وعترة آل بيتي من بعدي. فنحن في هذا الصدد نذكر أن القرآن مدح صحابة رسول الله، وأن محمد مدح صحابته كثيرا من أبو بكر وعمر وغيره. والحقيقة كنا نظن أنهم لهم قداسة خاصة في الإسلام في القرآن وسيرة محمد. ومن خلال سرد الأحاديث وسرد التاريخ لهم تبين لنا أنهم جميعا منظمة إجرامية أفسدت في الأرض وانتهكت أعراض الناس وقتلت وأكثرت في الأرض فساد منذ 1400 سنة، ونحن نسفك دماء بعضنا كسنة وشيعة، وهذا كله مسنود على الكتاب والسنة. فالكتاب والسنة أظن أنه لكل شخص يحمل العقل الراجح من خلال هذا السرد السريع أن القرآن يزكيهم ومحمد يزكيهم، لكن من خلال حياة الصحابة التي أمرنا محمد أن نتبعهم، حياتهم كانت كلها فساد وقتل وفتن بينهم. فأذكر بشكل سريع حديث ابن سارية عندما قال: صلى بنا رسول الله، إلى آخر الحديث، وقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا،
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فنحن نقول يا رسول الله تمسكنا وعضينا عليها بالنواجذ وتشبثنا به وقاتلنا الشيعة الروافض الذين أنكروا بيعة أبا بكر وعمر وعثمان وأصروا على خلافة علي بن أبي طالب. ولكن الحقيقة التي تغفل عن جميع المسلمين أن حياة الصحابة بعيدا عن الإيمان لكن قريبة للعقل، ترى أنهم منظمة إجرامية وانقلابات سياسية عسكرية منذ كان رسول الله على قيد الحياة. فأمامي كثير من المرجعيات السنية والشيعية، فأستند على أحد الأحاديث عندما كان رسول الله مجتمع في جمع من الصحابة، فدخل علي بن أبي طالب فأجلسه على يمينه وقال: يا علي، إني أرى في قلوب القوم بغضا لم يظهروه إلا من بعدي. فقال علي: يا رسول الله، هل أنا على حق حينئذ؟ قال: نعم. فقال علي: إذا لا أبالي. فمنذ ذلك الحين كانت المنافسات على والحقد على محبة رسول الله محمد لعلي بن أبي طالب. وبدأت الفتنة من خلال هذا التاريخ بعد وفاة رسول الله محمد أو رسول الإسلام. فكانت الفتن بدأت منذ حادثة الإفك باتهام عائشة بالزنا، وكانت عائشة التي عند عقيدة أهل السنة والجماعة هي أم المؤمنين. وعندما نقول أم المؤمنين وذكرها الله في القرآن، رب القرآن في القرآن، أنها هي على حق وهي معصومة وبرأها من الزنا، إذن هي تكون قدوة للمسلمين في أخلاقها وعدالتها وإنسانيتها. لكن من خلال سرد تاريخها نكتشف أنها كانت من الناس الحاقدين على علي بن أبي طالب عندما جرت حادثة الإفك. فقال علي لمحمد: يا محمد، لم يضيق الله عليك والنساء، لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير. فكان يقصد علي بن أبي طالب أن يطلقها الرسول محمد ويحيلها إلى شريعة رب القرآن فيتصرف بها الشرع، قد تصل إلى حالة الرجم. وكان علي بن أبي طالب له موقف في هذه الحادثة أنه لم يصدق عائشة، والدليل على ذلك قال: يا رسول الله، اسأل الجارية تصدقك. فكان علي ينظر أن الجارية هي أصدق من عائشة، فوقر في قلب عائشة بغض من هذاك الوقت إلى علي بن أبي طالب. وكانت معروفة عند أهل السنة والجماعة وعند الشيعة هي من الأشخاص الذين يحقدون، وكانت تحرض محمد على نسائه وتجعل بينهم الفتنة، وهي عند أهل السنة والجماعة لها قداسة ولها وضعية خاصة. بعد هذه الحادثة ننتقل إلى مرحلة وفاة محمد عندما كان في سكرات الموت، فاجتمع بعض من الأنصار أو كل الأنصار فقالوا، فأرادوا في نفسهم أن يكون لهم الخلافة، فاختلفوا على الرأي. منهم من قال أن الخلافة تكون لنا، ومنهم من قال أن الخلافة تكون أمير منا وأمير من المهاجرين. فخرج بعض من الأنصار إلى عمر بن الخطاب وقال له: يا عمر، إن القوم يجمعون على أمر فالحق بما يجري. فذهب عمر مسرعا إلى أبي بكر الصديق فأخبره بالاجتماع، فأتوا مسرعين إلى سقيفة بني ساعدة، فقالوا للأنصار. فكان عمر بن الخطاب يبيت في نفسه كلام، فقال: كنت أبيت في نفسي كلمات أريد أن أقولها. فقاطعه أبو بكر الصديق
وتكلم بالأنصار وقال لهم أن الخلافة محصورة في بني قريش وأجبروهم على الخلافة. هذا الحقيقة في سرد أهل السنة والجماعة، فبايعوه الأنصار على ذلك. وطبعا هناك أحكام شرعية على أن الخليفة عندما يعلن نفسه وجب على المسلمين بيعته. والحقيقة أن خلافة أبو بكر الصديق كخلافة أبو بكر البغدادي في داعش، بايعوه جمع من الناس فأعلن نفسه سلطان على العالمين، فوجب على المسلمين بيعته، وكل من لم يبايعه فهو عدو آثم وجب قتاله. فبدأت هذه الأحداث، فكان علي بن أبي طالب وآل بيته مشغولين في دفن محمد، وعندما انتهوا من الدفن تفاجأوا أن هناك خليفة جديد وهو أبو بكر الصديق. فهنا السؤال، أن القرآن ومحمد زكوا لنا الصحابة على أنهم أهل القداسة، وأوصانا محمد أن نتمسك بسنتهم أي سنة الخلفاء الراشدين، وقال عضوا عليها بالنواجذ. فإذا هنا أين الخلافة وأين مجلس الشورى؟ غيبوا أهل البيت، وكانت البيعة هنا في المنظور العقلي أنها مغتصبة، وباعدوا بين تعاليم القرآن وبين تعاليم سنة محمد، ورفض علي بن أبي طالب بيعتهم. وهناك أحاديث هنا وهناك بين الشيعة والسنة، منهم من قال بايع وهو مكره، ومنهم من قال أنه بايع لم يبايع. فجرت الأحداث على هذه الحالة بعد سقيفة بني سعدة، ثم تنتقل الأمور إلى وفاة أبو بكر الصديق، استلم بعده عمر بن الخطاب، وأيضا غيبوا علي بن أبي طالب وهو معروف بقربه من محمد، وهو ابن عمه وزوج ابنته، وله مكانة عظيمة من الأحاديث التي نسردها فيما بعد. فكان علي بن أبي طالب هو أحق من أبو بكر الصديق. يعني يا أخي حسن، أنت شايف أن الصراع كله هو صراع سياسي بحت؟ طبعا هو صراع سياسي، لكن انا لا يعني علاقه له بالايمان على الاطلاق. ابدا لا، انا هناك هذا السبب الذي كان احد النقاط الذي خرجت من الاسلام. كيف الله يزكيهم في القران ومحمد يزكيهم على اساس انهم القداسه ويفعل ما فعلوا به، والتاريخ يشهد عليهم. هم عصابه منظمه اجراميه قلبوا على محمد بعد وفاته، وقلبوا على تعاليمهم، واختاروا وانتهجوا نهج بما يناسب أهواءهم. طيب هنتوقف عند السؤال ده، لأن السؤال ده مهم جدا، و يعني احنا متشوقين ان نسمع منك اكتر في قراءتك للتاريخ الإسلامي وقصة تحولك. عشان كده انا بشوق كل اخواتي اللي بيشاهدونا في كل مكان في العالم، انه اخونا حسان هيبقى معانا الجمعه القادمه بنعمه الرب، يشارك معنا عمليه ايمانه ويشارك معنا قراءته للاحداث التاريخيه الاسلاميه والتاريخ الاسلامي، ويشارك معنا الاسباب التي ادت به ان يتحول من عضو في تنظيم القاعده ثم مسؤول سياسي في جبهه النصره الى شخص يتكلم عن المسيح. دي أمور يعني مهمة جدا، وأنا بعتقد أنه في دلوقتي معايا ملايين بيقولوا عايزين نسمع قصة الرجل ده. أشكرك جدا أخ حسان، لأن الوقت المتبقي بقى قليل جدا، لكن هاخد سؤالك وهرجع بيه للدكتور مصطفى، الشيخ مصطفى، وفي نفس الوقت هسمع منه العلاج. السؤال هو كيف يزكي القرآن هذا هؤلاء الصحابة كما يقول أخي الفاضل حسان، ثم نجد في التاريخ حياة مختلفة، حياة تدعو للصراع السياسي، حياة تدعو إلى أنه يصل الأمر إلى درجة القتل، يصل الأمر إلى درجة التقاتل فيما بينهم، عندما يسقط اثنين من المبشرين بالجنة
هم طلحة والزبير أمام علي وهو أيضا مبشر بالجنة، عندما يسقط صحابة حفظ القرآن أمام صحابة حفظ القرآن، فكيف نستطيع أن نطابق هذه الآية التي ذكرها أخي حسان في سورة الفتح آية 19، إن الله رضى عن المؤمنين الذين يبايعونه تحت الشجرة، ثم نعلم أن من هؤلاء المؤمنين الذين رضى الله عنهم من هم قتلة ومن هم رفعوا السيوف ضد بعضهم البعض، وهذا السبب الذي أدى بكثيرين وعلى رأسهم حسان خروج الإسلام. برجع لفضيلة الشيخ مصطفى، هل عندك تعليق على السؤال ده يا فضيلة الشيخ؟ معرفش حضرتك سمعت ولا لا، الأخ حسان بيقرأ الآية سورة الفتح 19، أن الله رضى عن المؤمنين اللي بايعوا النبي تحت الشجرة، وأنه أنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا مبينا، لكن على نفس الأمر ونجد أيضا في سورة الفتح 29 محمد والذين معه أشداء على الكفار رحماء فيما بينهم، على نفس الأمر بيقول أن لما بقرأ التاريخ بشوف الناس دي حياتهم إزاي تكون يكون الله راضي عنها وهم رفعوا السيوف ضد بعض. تفضل فضيلة الشيخ وبعد كده نسمع منك العلاج للمشكلة المتواجدة حاليا. تفضل فضيلة الشيخ. نعم أنا يعني سمعت جزء من حديث الأخ حسان، عايز أقول أن الآية أولا بالنسبة للآية اللي هي 19 سورة الفتح رضي الله عن المؤمنين اللي وقعت مبايع تحت الشجرة، هذا النص لا يعني يؤكد على قداسة أحد، ولا يوجد بالقرآن بالكامل نص واحد يقول بقداسة صحابي أو أي أعي أو بشر حتى، يعني ما فيش نص يقول بقداسة أي بشر على وجه الأرض حتى لو النبي، ما فيش نص بيقول هذا الكلام، لكن زي ما قلت لحضرتك صاحب القداسة الوحيد المنزه الوحيد هو الله. بالنسبة للآية الآية بتتكلم أنه رضى الله عنه في هذا الموقف، خلاص إيه المشكلة يعني رضى الله عنه في هذا الموقف، لكن المجمل والتصرف هم بشر، هل يخطئون؟ نعم يخطئون. هل لهم أخطاء؟ نعم لهم أخطاء، لكن أنا الأول قبل ما أوصل لأخطائهم أنا عايز أشوف المصادر اللي أنا بتكلم منها، زي ما سمعت الأخ حسان بيقول حديث اللي هو عن سيدنا النبي تمسكوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، لا يعني هذا الحديث يا سيدي حديث منقطع غير صحيح، ما اقدرش اديه مساند لشيء مثلا يعني. فاولا انا عايز اللي يحتج بسند يا ريت يحتج امامي بسند من القران او حديث متواتر من اللي هم ال 2420. اما غير ذلك انا بعلن ده بكل صراحه، لا استطيع ان اقول عن اي نص اخر انه سند اسلامي او سند ايماني. ليه؟ لانه لا دليل عليه مؤكد. بمعنى ثاني انا ما اقدرش يعني لما عملت كتاب ان الحجاب ليس فريضه اسلاميه وضحت حديث اللي هو السيده اسماء عن السيده عائشه عن السيده اسماء لما سيدنا النبي شافها وقال لا يجب ان يظهر ما الا الوجه الكتم الاخير، الحديث يعني عشان ما اطولش، وقلت ان هذا الحديث رواه ابو داوود والراجل ده ما شافش السيده عائشه وحديث غير صحيح، فقلت ما ينفعش سند لحكم حكم كمان ده فرض، فعشان اقول واحدد واحكم ما ينفعش اجيب يا استاذ اندرو اجيب سند غير مؤكد. انا ممكن اقوله على سبيل الاسترشاد، انما انا اقوله على اساس ان هذا مؤكد وهذا حدث صعب يعني ما ينفعش. اما تاتيني بايه تاتيني بحديث هقدر ارد واقدر اتناقش معاه، وزي ما قلت لحضرتك الايه 19 من سوره الفتح دي بتقول يعني رضى عنه في هذا الموقف يعني، ودول كانوا مجموعه محدده يعني، لكن مش كل الصحابه ومش معناها ان هم مقدسين، ما فيش نص يقول ان الصحابه مقدسين. بالنسبه للامر ده. اما بالنسبه للعلاج ازاي نعالج المشكله؟ العلاج سهل جدا، بس يبقى في اراده عند اولي الامر سواء حكام عرب سواء رجال دين، نحتاج لوقفه صادقه لتنقيه تراثنا
من الأكاذيب لتطوير خطابنا. الجميع بذلك الأمور ستستمر كما هي بل ممكن تزداد يعني تعقيدا، وهذا لن يضر أحد غير الإسلام والمسلمين. زي ما حضرتك شايف هذه الجماعات تقتل من المسلمين أكثر مما تقتل من أي طائفة أخرى، فلازم الناس تنتبه أن الخطر لا يقع على المسيحيين واليهود والأديان الأخرى فقط، لا، الخطر يقع علينا أيضا. فأكثر من أساء للإسلام هم أبناء الإسلام، أكثر من أضر الإسلام هم أبناء الإسلام. علينا ألا نضع شماعات، علينا أن نكون صادقين وأن نكون جادين في تنقيب تراثنا وتطوير خطابنا. علينا أن نحترم الأديان التي احترمها حقيقة الإسلام، لا يوجد بالإسلام نص يكفر المسيحية واليهودية، لا يوجد بالإسلام نص يقول بأن الإنجيل أو التوراة محرف. وأنا عم عندي كتاب في الموضوع ده ورديت على رد كامل وشامل وواضح بالتفسير وما حدش قدر يرد عليه. طب أنا منين جبت الكلام ده كله؟ ده سيدنا النبي لحد 40 سنة عاش حياته كلها لحد 40 سنة وهو مسيحي. سيدنا النبي تزوج سيدة خديجة المسيحية بإكليل مسيحي، سيدة خديجة بنت عم القس ورقة بن نوفل، ابنة عم القس ورقة بن نوفل، سيدنا النبي تزوج القس بإكليل مسيحي. يعني انت بقت في العداوة وبقت في كمان يبقى في سنة وشيعة، والشيعة تنقسم لفرق والسنة تنقسم لفرق. كل هذا الفعل البشري فعل خطر، فعل إجرامي، دي نفوذ بشرية مجرمة. علينا على العقلاء، بلاش نقول علينا، نقول على العقلاء منا أن يفعلوا شيء بتنقية التراث، أن يكونوا صادقين مع أنفسهم، أن يضعوا الأمور في نصابها، وألا يعني نترك فرصة لهؤلاء المجرمين الذين يتممون المياه بين أصحاب الرسالات، بين سيد الشعوب. بلاش أصحاب الرسالات، أنا لما يكون جنبي شخص ملحد أو شخص لا دين له أو شخص بوذي أو هندوسي، هو إنسان خلقه الله، أنا مالي، أنا لا أملك من حسابه شيء. الأخ أنا سمعت حسان كان مسلم وبقى مسيحي، هل الإسلام أنكر عليه ذلك؟ أبدا، الإسلام لا يوجد فيه حد للردة، ما يعني من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكم دينكم ولا دين. من قال بأن الإسلام يمنع تغيير العقيدة؟ أتحدى أن واحد يجي قدامي ويقول لي دليل واحد على هذا. وما قيل عن أن أبو بكر قاتل المرتدين هذا كلام غير صحيح بالمرة. هو يا فضيلة الشيخ، يعني ننكر التاريخ، ننكر الكتب، يعني عشرات الآلاف من الكتب وكتب القدماء وشيوخ المفسرين للقرآن بيقروا بوجود حاجة اسمها حروب الردة، يعني حضرتك هل نشطب على هذا التاريخ؟ لا مش بشطب على هذا التاريخ، أنا لسه كنت بكمل بقول لحضرتك، ومن قال بأن حروب الردة هي حروب ردة دينية، هي حروب ردة سياسية، ما يعني سيدنا أبو بكر لما حارب هؤلاء الناس حاربهم لأنهم رفضوا بيعته وكانوا مسلمين، يعني ما كانوا تركوش الإسلام، بدليل أن خالد بن الوليد لما جاب هو والجند بتوعه مالك بن نوير قالوا له كان يصلي، يعني جابوه هو بيصلي صلاة الإسلام، ومع ذلك خالد قال ولكنه مرتد. هو بيقصد مرتد لأنه توقف عن إعطاء الزكاة، وحسب التوبة خمسة أنه توقف القتال المال والمبايع، الاثنين توقف عن زكاة بيت المال والمبايع. فالموضوع سياسي، ما هواش ديني خالص، ملوش صلة بالدين، لا يوجد. كما هو لو كلام ده صحيح، لو في قتل للمرتد، لماذا لم يقتل سيدنا النبي من ارتد من الصحابة وهو كان يعلم اللي نزلت فيهم طولة المنافقون وهو يعلم انه دول تركوا الإسلام وبيتجهروا منهم؟ ما هؤلاء قتلوا يا فضيلة الشيخ، هؤلاء قتلوا في الحادثة المعروفة من تعلق بأستار الكعبة لأنهم ارتدوا. ما هو هنا رجعنا تاني للسير. ما هو انا المشكله عندي ان هذه سير غير مؤكده. هل هذا الكلام موجود في القران؟ لا. هل هذا الكلام موجود في حديث متوافر؟ لا.
فانا المشكله طب عندي ان ده مش ما اقدرش ااكده انه حدث. يا فضيله الشيخ انا كقارئ دلوقتي، هو مؤكد عندي. يا فضيله الشيخ انا كقارئ دلوقتي اريد ان اعرف الاسلام، هل اكتفي بقراءة القرآن لمعرفة الإسلام؟ لا، أريد أن أعرف تاريخ مثلا محمد، أريد أن أعرف سيرته، علي أن أنا أذهب إلى كتب السيرة، وعندما أذهب إلى كتب السيرة والتراث وهي معتمدة على كثير من الأحاديث اللي موجودة في كتب الصحة هجد هذه التفاصيل موجودة، فأنا كيف أحكم عن الإسلام إن لم أذهب إلى كتب السيرة والتراث؟ كيف أعرف الإسلام إن لم أذهب إلى كتب السيرة؟ القرآن لم يتكلم عن قصة حياة محمد كما تكلم الإنجيل عن قصة حياة المسيح. تفضل. تفضل. أنت محق فيما تقول، أنت محق تماما فيما تقول، لأن هو ده اللي قدامك كله متاح ليك، أنت مش مخطئ، لكن الخطأ عندنا إحنا عند رجال الدين. ليه؟ لأنه أنا تركت الأمر على المشاع، أي شخص خلاص ما قداموش فرصة غير كده. أنا لما تبقى الكتب دي موجودة، ابن تيمية ولا ابن القيم ولا كتب لأتباع محمد بن عبد الوهاب ولا حتى ابن حنبل، لما الموضوع يبقى مطروح بهذا الشكل بدون ما حدد إذا كان هذا التراث وإذا كان هذا التفسير هذه التفسيرات صحيحة ولا لا، والكلام ده يبقى فيه تحديد واضح. طب ما هو من حق الناس انها تاخد بهذا الكلام، ويبقى هو ده السند اللي قدامي، وده انت مش مخطئ ولا اي حد مخطئ في هذا، وانا لا اخطئ اي واحد يقول بذلك، لكن انا باخطئ انفسنا ان احنا لم نفعل الصح، لم نضع الحل وهو تنقيط تراثنا وتطوير خطابنا. والكلام ده زي ما قلت لحضرتك لازم تقوم بيه، لازم تقوم بيه على الاقل، بلاش يعني. انا ما هو جامعه الازهر للاسف، او قصدي مؤسسه الازهر للاسف الشديد في منها يعني، او اللي بيحكمها اذا كان الامام الدكتور احمد طيب، وهو راجل فعلا طيب، لكن بيحوطه 95% من الدواعش اللي حواليه. خلاص، لا انا لا اعتقد ان هم هيعملوا ده او هينفذوا ده، لا. فالامل في ان انا اوجه رساله للرئيس السيسي واقول له ان انت بسلطتك انك من حقك تصدر قرار بتكوين لجنه عليا لتطوير وتنقيه التراث، حمايه للوطن وحمايه للعالم الاسلامي وحمايه للعالم غير الاسلامي، لان انت لما تطور، لما ننقي التراث ومن العنف اللي فيه والاكاذيب ونطور خطابنا، انت مش بس بتفيد مصر، لا بتفيد العالم الاسلامي وبتفيد العالم بقى كله، لان ده هيعود على العالم كله. وهو في استطاعته يفعل زياده انه يصدر قرار بتشكيل لجنه ويكون مثلا برئاسه شيخ الازهر، وينضم لها من المثقفين شخصيات كبيره عندنا اسماء محترمه لها وزن ثقافي، زي الدكتور جابر عصفور، الدكتور اسماعيل سراج الدين، الدكتور خالد منتصر، حتى الاعلام ابراهيم عيسى، في اسماء، وتاخد برضه الدكتور امن نصير، ناخد وزير الاوقاف والمفتي، وزير الثقافه، في عندنا شخصيات محترمه وتعمل لجنه محترمه يعني تتفرغ لهذا العمل الهام الحيوي، لان الموضوع زي ما قلت لحضرتك ما عندناش طرف الخيار، ده امن قومي، وده احنا شفنا النتاج وتدمير البلاد والحرق، والناس بتستخدم هذه الاحاديث وبتستخدم هذه الصير وتقتل وتحرق. يعني انا لما حسيت ببشاعه هذا الكلام، وان واحد يطلع يحرق باحاديث من البخاري، يعني اضطريت اطلع واتكلم واقول لهم ما فيش بخاري، يعني حتى البخاري اللي انت بتجيب احاديثه عشان تقتل بيها، اصلا ما فيش كتاب اسمه البخاري، يعني ما فيش مخطوطه ولا نسخ ليها اسمها البخاري، اللي موجود كله كتب اللي في الارفف ديت، كتب حققها فلان. طب يا عم حققتها عن مين؟ ما فيش مصدر. فاحنا دي احنا عايشين في كذبه كبرى، يعني لازم يبقى في وقفه، نكون صادقين مع نفسنا عشان يعني ولادنا، بلاش عشاننا احنا، الزمن لازم يقول ان في ناس كان عندهم عقل توقفوا وعملوا ما يفيد الامه وقدموا الجديد، زي ما عملت الكنيسه في اوروبا وجه مارتن لوثر وغير. أنا أتمنى يظهر عندنا هذا الكلام ويظهر عندنا مرتبط، لأن إحنا ما عندناش حاجة اسمها تراث يا فضيلة الشيخ، ما عندناش حاجة اسمها تراث، إحنا عندنا حاجة اسمها الإنجيل، والإنجيل هو المعتمد الوحيد لينا وهو السند والأساس
اللي بيتبني عليه ايماننا. لكن يعني انا بشكرك نعم ودعوتك. بس كمان يا اخ اندر اتفضل يا اخ اندر، كمان كانت اوروبا غارقه في الظلمات وكان فيها سقوط الغفران وكان فيها حاجات بلاوي، لما جه انتفضوا والناس زي مارتن لوثر انتفضوا وصححوا الامور، نجحت اوروبا ونجح العالم المسيحي ونجح وقدروا يعني يواكبوا الزمن. اتمنى كمان العالم كان يبقى عنده نفس الرؤيه دي. أشكرك جدا فضيلة الشيخ، لكن أنا في نهاية الحديث بشكرك وبرحب بيك من شاشة قناة الكارما، أنك يعني في أي وقت في أي وقت ترى حضرتك أن هناك موضوع تريد أن تشاركه معنا، نحن يعني نرحب بك وأنت شخص مرحب به في معنا. وبشكرك لأجل حديثك الشيق ولأجل كلماتك الطيبة ولأجل صراحتك الواضحة ولأجل الحق الذي تكلم به، أنك لم تحاول الدفاع أو التبرير كما يفعل الملايين، لكنك اعترفت أن هناك في خطأ واعترفت أن هناك في مشكلة، ولا قدسية لأحد سوى الله. أنا بشكرك على هذا الإعلان المبارك جدا، لكن هترك مع حضرتك ومع أحباء المشاهدين فكرة صغيرة بس. يعني أنا لما أتتبع تاريخ الإسلام بناء على الكتب المتاحة اللي موجود بين إيدي، وحضرتك قلت لي أنا مش غلطان، أجد أن من زمن يعني وجود محمد وفيما بعد الصراع موجود، الصراع موجود في أول حكم أبو بكر، وشفنا 3 سنوات من الحروب الشديدة والشرسة ضد مسلمين، والصراع موجود في مبايعته، والصراع موجود ما بين عائشة وعلي، والصراع موجود في حتى مبايعة عمر وفي موت قتل عمر وفي عثمان حكمه وفي قتل عثمان وفي مبايعة علي وفي قتل علي وفي قتل طلحة والزبير، الصراع موجود. أين الإيمان من هؤلاء؟ ونحن نتكلم عن زمن بسيط جدا لا يتعدى سنوات قليلة من وجود محمد، أين الإيمان من هؤلاء إن كان هؤلاء الذين كانوا كتفا بكتف مع محمد يتلون خلف القرآن ويرونه كمثال، أين الإيمان من هؤلاء؟ وماذا فاد الإيمان هؤلاء؟ وأين ثمر الإيمان في هؤلاء؟ لكني عندما أقرأ الإنجيل أرفع رأسي فوقا، عندما أجد في أعمال الرسل جماعة من التلاميذ لا يسعون خلف السياسة ولا يسعون إلى قائمة الدولة ولا يسعون إلى خلافة، لكن يضحون بأموالهم ويضحون بحياتهم محبة بعضهم لبعض ومحبة للمسيح ومحبة في تقديم رسالة المسيح إلى العالم. فأستطيع أن أجد ثمر الإيمان في حياة التلاميذ، ولا أجد ثمر للإيمان ولا وجود للإيمان في حياة هؤلاء من أطلق عليهم الصحابة أو التابعين أو حتى أهل البيت. وهنا يظهر الإيمان، وهنا تظهر السياسة و يعني شهوة السياسة، والنتيجة هنا سفك دماء من بداية أول سنوات، وهنا مباركة وتغيير للعالم ونشر المحبة والسلام من مجرد صعود المسيح. هل رأينا الإيمان؟ وهل رأينا أثر الإيمان؟ الرسالة واضحة. أنا بشكرك جدا أحبائنا المشاهدين على وعد بمتابعتنا، ويكون معنا لقاء مع الشيخ حسان أبو حمزة العضو السابق في تنظيم القاعدة، وهو يشاركنا بإيمانه بالمسيح الجمعة القادمة. الرب يبارككم، وإلى اللقاء، وأترككم في رعاية الرب المسيح. مش كافر مش كافر، أنا مش كافر مش كافر مش كافر، أنا مش كافر، لا أنا مخدوع أو بخرف أبدا، ولا عقلي سافر سافر، بإله واحد إيماني واحد وملوحش تاني، حبني ومات علشاني ومش ممكن يموت. يمكن في أمور بتحير محتاجة لتفسير، أنا حشرح ليك وأفسر أرجوك بلاش تكفير. أنا مش كافر أنا مش كافر.